أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا ضيفنا العزيز ديفيد. خلونا بالبداية نرحب بالأخ ديفيد. أهلا وسهلا فيك أخي ديفيد. تحياتي جان لك ولجميع الأصدقاء، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أخي. طبعا أصدقائي مثل ما بتعرفوا يعني اليوم حوار مفتوح مع الأخ ديفيد، ونحن يعني اوريدي مثل ما بقولوا تعبت الاسئله، وبنتمنى نقدر نغطي كل الاسئله اليوم. واذا ما قدرنا نغطي كل الاسئله يعني انا بعتذر كثير عن عدم التغطيه للاسئله كلها، وانا بتمنى نسوي حلقات ثانيه كمان نغطي كل الاسئله يعني. ديفيد خلينا نبدا ب ما بعرف تعلق شيء على الحادث تبع الكرادة هذا، وهل الحجم الانفجار اللي صار والناس اللي انقتلت، يعني هو من وقت ما دخلت أمريكا والبلبلة اللي صارت بالعراق لحد اليوم هي أكبر غزوة مثل ما بقولوا جماعة داعش وغير داعش. إذا بدك تعلق على الموضوع هذا أو نروح على الأسئلة دغري. والله شوف جان، المشكلة اللي صايرة بالشرق الأوسط حاليا إنه هو صاير تماما مثل الجرح المفتوح بأي بجسم إنسان أو أي جسم كائن حي. فورا تجي أي بكتيريا، أي كائنات مؤذية بدها تبلش تاكل وتنهش من هذا الجرح. بكل أسف هلا اللي عم يصير بسوريا، بالعراق، بمناطق تانية بالوطن العربي شيء مبكي. يعني وجود البلبلة السياسية بهي المناطق أو انعدام الأمن فيها، انعدام الوجود السياسي القوي بهي الدول، خلى جماعات مثل داعش وغيرهم من الجماعات المتطرفين يلاقوا بيئة خصبة لهم لحتى ينتشروا، خاصة إنه هي بالأساس بيئة حاضنة يعني لهم، هي بيئة إسلامية المناطق هي، يعني هي مش مناطق بوذية مثلا وهم مقتحمين عليها. فالبيئة حاضنة مع انعدام أمني، مكان مجروح، فبيئة خصبة جدا لأي نوع من أنواع الإرهاب وأي نوع من أنواع الأذيات هي اللي عم تصير، سواء كتفجيرات شنيعة مثل اللي عم نشوفها أو حتى الأشياء الأصغر منها اللي عم تصير. فموضوع مخجل، ما بعرف شو بدي أعلق عليه، يعني موضوع كتير مزعج، فما بعرف شو بدي أقول عنه بصراحة. أكيد معك حق أخي ديفيد، وأنا كل اللي بقدر أقوله أنا أقدم التعازي لأهل الضحايا، بس يعني بصراحة يعني ما في شيء ينقال أكثر من هيك. حكينا بالمواضيع هي كثير، وللأسف الشديد مثل ما قلت يعني جرح مفتوح وأي بكتيريا ممكن تأثر عليه بزيادة فاطمة يعني. طيب ديفيد خلينا نروح للسؤال الأول من أحد الأصدقاء، بيقول ما رأيك من يتهم الملحدين بأن لديهم أجندة مادية داروينية اجتماعية، وقد تسببوا بإبادة الكثير باسم الإلحاد كما فعل ستالين ولينين وهتلر وغيرهم؟ لم يكن كل هذا إلا تنفيذا لأجندات مادية المادية الإلحادية، ويأتي الملحدون الصغار أمثالنا يعني ينادون بالإنسانية وهي غير موجودة عند الماديين الذين يؤمنون بمبدأ البقاء للأقوى. تفضل. هلا هون انا عم شوف في، يعني مبدئيا هيك على السريع وانت عم تحكي، انا شايف في 3 مغالطات اساسيات. هلا اول مغالطة خليني احكي فيها، موضوع الملحدين وانه اجندات وكذا، يعني هذا موضوع كثير مضحك. الملحدين هن الاشخاص لا يؤمنوا بوجود قوى ما ورائية تسير الكون، ببساطة هم اشخاص لا يؤمنوا بهذا، ما في شيء بيجمعهم فلسفيا ومنطقيا، ما في شيء بينجمع بالنفي. ومنشان هيك كثير من الناس تتحفظ على ذكر كلمة ملحد، بحب يسمي غير مؤمن نون بليفر او ان بليفر او اي مسميات ثانية، لانه بيحاول انه انا ما انا جروب، يعني بمعنى يوم اللي انت بتكون ما بتتابع كرة قدم وانا ما بتابع كرة قدم، الشيء ما في شيء بيجمعنا تقنيا، لحنا اثنين ما بنتابع كرة قدم، بس نحن ما لنا جروب، ما في شيء بالعالم كله اسمه جروب عدم متابعين كرة القدم، وهن مجموعة وفي لهم قوانينهم، بينما يلي بيلعب كرة قدم أي شخص بالعالم بيحب كرة القدم ومقتنع فيها وبيلعبها أو بيتابعها
فهذا شخص ملتزم وممتثل لقوانين الفيفا، في قوانين بده يمشي عليها، فطالما هو قرر يلعب كرة القدم فهو موافق ضمنيا على هي القوانين. هذا اللي أنا فيني ناقشه بقوانينه اللي بتجمعه. أما شخص ما بيحب يلعب كرة قدم، ما في شيء بيجمعه مع أي شخص آخر. مشان هيك هلا وجود أشخاص ملحدين هن بس ببساطة أشخاص لا يؤمنوا بوجود قوى ماورائية، ممكن يكون واحد فيهم مادي، في منهم يؤمنوا بالطاقة مثلا، مرق معي كثير من الناس تؤمن بالطاقة والتناسخ وهي الأشياء وطاقة إيجابية والخزعبلات هي، في منه رأسمالي، في منه شيوعي، في منه بتلاقي غني جدا وفاحش الثراء وكثير شخصية يعني انتهازية، في منه كثير بيكون شخص درويش وكذا، ما في شيء بيجمعهم، هن فقط الفكرة انه هن لا يؤمنوا كلياتهم بوجود قوى ماورائية. هلا وجود اجندات وما اجندات، هذا الاجندات توجد وقت بيكون في شيء اسمه ديانة او بيكون في شيء اسمه ايديولوجية معينة. هلا الالحاد ليس ايديولوجية، الالحاد بالنفي هو عدم الايمان فهو ما له ايديولوجية. المسلمين وجودك انت كمسلم، مجرد انك قلت لي انا شخص مسلم كمثال طبعا وعلى هذا فقس، وانت بتقول لي انا شخص مسلم، فاذا من بتعريفك هذا انا فهمت انه انت بتصلي 5 مرات، بتصوم كذا، بتزكي بكذا، تؤمن بكذا، لا تؤمن بكذا، تعتقد بكذا، هي الكلمة جملت لي شيء. ما بصير تكون انت مسلم لكن لا تؤمن بالقضاء والقدر او بالصلاة او بمحمد او بكذا. بينما كملحد، وجودك كملحد انت ما عرفتني عن اي شيء بحالك. مشان هيك انا كثير ايام يعني بصير حتى مشادات شوي بيني وبينك جان، اختلاف بالرأي بانه تسمية ملحد ديفيد ولا بدون ملحد ديفيد، لانه كلمة ملحد لا تعبر عن شيء. يعني هلا انا اذا بقول لك انا ملحد انت شو على عرفت عني؟ فكرة بس دقيقة أخي، آسف أنا كثير على المقاطعة، أنت مانك الوحيد اللي أتشاجر معه بشان المسألة هي، يعني آخر واحد أخي حكمت، أنا بتمنى يكون متابعنا والله شايفنا على المسألة، يعني كنت حاطط الملحد حكمت، قال لي لا بدي الآن لا أدري حكمت، لك يا أخي طول بالك كلنا ملحدين، لا بدي الآن لا أدري، قلت له أوكي لا أدري لا أدري، آسف ديفيد تفضل. شوف هلا هو لانه بده يحدد لك، هو لا ادري وليس ملحد، وفي فرق يعني بيناتهم كتقنيا كتصنيف. لكن عموما وقت انا بقول لك انا ملحد مثلا، فانت ما فهمت مني الا انه انا لا اؤمن بوجود الله بس ببساطه. بينما وقت انت بدك تقول لي مثلا انا مسلم سني اشعري، انت هالتعريف هذا فهمني عنك كثير اشياء. هلا فهي نقطة كثير أساسية بتوضح إنه الملحدين ما هن مجموعة يمتثلوا لشيء معين. وبالتالي لا يوجد شيء اسمه مثلا كتاب مقدس عند الملحدين. لا يوجد شيء اسمه أي نوع من أي اتفاق ما بين الملحدين. مو مثل عند المسلمين. وجودك أنت كمسلم أنت تؤمن بالآيات الواردة بالقرآن تقول كذا وكذا وكذا، أنت مضطر مو بكيفك. فانا فيني ناقشك فيها بمجرد انك قلت لي انا مسلم، بس اذا بقول لك انا ملحد ما فيك تجي تقول لي فلان عمل هيك وهو ملحد، طيب هو شغلته شو عمل له؟ هي شغله. هلا اللي عمله مثلا ماو تسي تونغ، ستالين، لينين، كذا، ما بدي فوت بتفاصيلهم، هدول التفاصيل الشيوعيه وهل انا مع ولا ضد ولا شو بتبريرات ولا غير تبريرات، هذا مو موضوعي ابدا ولا بدي فوت فيه. الفكره بس انه هن يتبع اجنده اسمها هي الاجنده الشيوعيه، ما خصه بهل هو ملحد ولا مو ملحد، هذا هو يتبع أجندة معينة، يتبع إيديولوجية، هي الإيديولوجية تبعه اللي فيك تحاكمها. ما فيك تيجي تحاكمني أنا مثلا، ما فيك أبدا، ما في أي شيء بيربط. إذا لقيت واحد قطع إيد واحد ثاني قال لك لأنه أنا مسلم ولازم أقطع له إيده هو حرامي، ولقيت واحد ثاني مسلم فيك تناقش هذاك وتقول له ما بصير يقطع له إيده، بس إذا كان ملحد عمل هذا التصرف ما فيك تمسك ملحد ثاني وتقول له ليش هذاك هيك عمل، ما في اي رابط بيناتهم. موضوع الداروينيه الاجتماعيه هذا موضوع مختلق تماما. انا وضحت في احد فيديوهاتي بالسابق، ما عاد بتذكر اي واحد فيهم، لكن وضحت هذا الموضوع. داروين عالم بيولوجي، داروين عالم بيولوجي، وقت عم يشرح لك التطور وعم يشرح لك السرفايفر فور ذا فيتست،
بالمناسبة هي في تيست وليست للأقوى، حتى البقاء للأقوى هو خطأ، تعريب خاطئ وخطأ مقصود. هي البقاء للأصلح للأكثر موائمة، هيك تحديدا بيجي تعريف في تيست. البقاء للأكثر موائمة بشو؟ مو بأنه هو يكون ديكتاتور، البقاء للأكثر موائمة بالظروف البيئية اللي هو فيها ككائن حي. هذا الشخص عم يشرح لك بيولوجي، ما بيجي بيقول لك روح اقتل الضعيف. وقت بدك تيجي انا اقتل الضعيف لانه انا اكثر موائم منه، هذا الكلام منين جبته؟ هذا اختلاق شنيع على شخص داروين. داروين ما تدخل بالسياسه، ما تدخل بالايديولوجيات، ما تدخل باي شيء، هذا شخص يوصف علم احياء. وانا نبهت انه وقت اللي بتكون عم تدرس كتاب مثلا علم احياء هو يوصف الحاله، ما عم يقول لك انت هيك تصرف في المجتمع. ما خصه هذا، ما عم يقول لك تصرف هيك، هداك تقرا كتاب سوسيولوجي ليقول لك هذا الموضوع. ما فيك تجي تقول لي داروين قال كذا مشان هيك انا بدي اروح اقتل المختل عقليا. يعني انت شو خص هي بهي؟ داروين قال لك المختل عقليا ما رح يتكاثر وبالتالي هو ما رح يكون في عنده اولاد. اوكي، انت عندك عقل، انت عندك قوه، عندك جاذبيه جنسيه، عندك كذا 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 مقومات اهلك تجيب اولاد وتجيب نسل جديد، فانت اللي حتتكاثر. هذا اللي وصف لك اياه. فهذا موضوع الداروينيه الاجتماعيه باختصاره موضوع مختلق بالكامل، بالعكس تماما. انا وقت عم بدرس انثروبولوجي وبدرس تاريخ وبقرا الحضارات القديمه، التاريخ عبر البشر عبر تاريخهم كله كانوا عم يتصرفوا ما يسمى اليوم داروينيه اجتماعيه، من قبل داروين بمئات بل بالاف السنين. وداروين ما خصه بالموضوع، هي بس تعليقة تعلقت عليه. وجودك انت كملحد مادي ابدا لا يعني انه انت بدك تقتل الاخرين لتفرض اجندة معينة، لانه ما في شيء اسمه اجندة. هيدي كلياتها كلام بيضحكوا فيه على عقول البسطاء، وبتمنى يعني ما حدا ياخذه للسذاجة. تفضل جان. طيب، شكرا كثير لك اخي ديفيد. بصراحة انا عجبتني كلمة وياتي الملحدون الصغار ينادون بالانسانية وهي غير موجودة عند الماديين. طيب، خلينا نروح السؤال الثاني. بيقول: هل تظن انه من السهل التجاوب مع الميتافيزيقا في عصر مادي وصل اليوم العلم الى مرحلة جدا متقدمة بالمقارنة مع السابق؟ يعني هلا طبعا ما له من السهل. هلا اليوم وجود او بقايا الميتافيزيقا اللي لساتها عايشه اليوم هي مرحله انتقاليه اجباريه جان. ما فينا نحن، ما صارت اساسا بالتاريخ ولا بتصير انك تعمل نقل اون اوف ما بين معتقدات ومتوارثه عبر الاجيال تشكل ثقافات بحالها. فاليوم واضح تماما لاي مراقب، كلما تدرج الشخص أعلى في المستوى الثقافي، في المستوى العلمي، في المستوى الأكاديمي، فهو شخص يميل باتجاه المادية أكثر، وبالذات إذا كان اختصاصاته علمية أو ما شابهها. وأي أشخاص هن بسطاء، هن الأقل ثقافة، الناس الشعبيين والعوام، يتجهوا أكثر نحو الميتافيزيقا. هذا الشيء ينطبق على الثقافات ككل، وينطبق على الافراد الانديفيدجوالز داخل كل ثقافه وحده. فهلا موضوع تعايش، انا برايي ما بيصير تعايش بانه نفس الشخص يكون مادي وميتافيزيقي بنفس الوقت، ما بيصير. كل شخص فينا او غالبيه منا الا المحظوظين اللي كانوا اهلهم كثير مثقفين وما فوتوهم بالميتافيزيقا، الغالبيه الساحقه منا ربينا بجو ميتافيزيقي يلي كان محظوظ منا وحسن يثقف نفسه ويتعلم العلوم وكذا، فانتقل باتجاه المادية وعرف زيف وسذاجة الميتافيزيقا فحسن ينتقل منها. كمجتمعات نحن عم نشوفها عم تصير، الدول الأكثر رقيا هي الدول الأبعد عن الميتافيزيقا، الدول الأقل رقيا هي الدول اللي غرقانة غرق كامل بالميتافيزيقا. تعايش ما بيصير، لكن هي مرحلة انتقالية بدنا نطول بالنا شوي، بضعة مئات سنين بتلاقي الميتافيزيقا كل ما لعما تضمر، كل ما لعما تتحول من مجتمعات أكبر لمجتمعات تضمر بنظرة الأساطير القديمة يعني ببساطة. طيب، انا بصراحه يعني بعد بضع مئات من السنين انا شايف، ما بعرف طبعا هذا رايك اخي ديفيد. انا يعني اذا بتلاحظ معي، يعني
انه بالسنوات الاخيره، خلينا نقول 100 سنه الاخيره، يعني الحياه انقلبت راسا على عقب. يعني مثلا الاكل النظيف، خلينا نقول الاكل الصحي والرعايه الصحيه، هالمسائل هي اتطورت بسرعه البرق في خلال 100 سنه مثلا، وهذا كله اثر على نظره الناس البشر للحياه، يعني خصوصا باوروبا اللي اكثر رقيه مثل ما قلت. يعني ف يعني هالمئة سنه الاخيره، مع انه كان العلم يعني ما هو مثل خلينا نقول 50 سنه الجايه، يعني ال50 سنه الجايه في مفاجات اكيد كبيره كثير يعني. انا بعتقد، ما بعرف اذا توافقني الرأي ولا لا، انه العمليه راح تكون اسرع بكثير من مئات السنين، يعني انه يتحولوا البشر هذول من الميتافيزيقا الى الماديه او النظره الماديه، او خلينا نقول الفكر العلمي او النظره العلميه. شوف جان، انا وقت كنت عم اقول لك هي الكلمه انا ما عم بقصد او ما عم بحكي عن مجتمعاتنا، بس عم بحكي عن الكره الارضيه ككل، 7.5 مليار اليوم. هلا لو قدر انه هال7.5 مليار انسان يحسنوا ياخذوا ويعرفوا كل المعلومات اللي عم تمشي بالمباحث العلميه بالجامعات الاكثر رقيا بالعالم، كلهم عم يحسنوا يواكبوا اي التطورات، كلهم بمعنى يكونوا بمستوى العلماء، فأكيد الموضوع بياخد يعني بضعة عشرات من السنين بس الوقت اللي يدرسوا فيه هالمعلومات ويحصلوها. لكن المشكلة إنه في بطء رهيب وقاتل بانتقال، بالرغم من وجود كل الإنترنت وكل الوسائل الجديدة، في بطء رهيب وقاتل بانتشار العلم الساينس تحديدا للمجتمعات العوام والناس العاديين. هي المشكلة جان. يعني أنا مثلا أنا من الأشخاص اللي مثلا قريت كتب ألفت بالسبعينات من القرن الماضي، كنت مصدوم تماما بالمعلومات اللي فيها، بأنه أنا أبدا ما حدا قال لي عليها، ولا درستها بالمدرسة ولا سمعت فيها ولا أي شيء، ولا وصلني خبر عنها، قريتها بعد 40 سنة من تأليفها مثلا لحتى هلأ لو وصلتني. فنفس الشيء بالمجتمعات تبعنا البسيطة، الناس الشعب العامي اللي هو عم يدرس أصلاً، إذا درس علم درس له 4 5 كتب علوم وفيزياء وكيمياء بمدرسته، حفظهم لقدم فحص وضله ماشي، هذا الشخص ما حيستوعب منك النظريات العلمية اللي هي صعبة. خلاص أخي، الله عمل، يهوى عمل، الرب سوى، يسوع مدري شو عمل، موضوع أسهل له بكتير وخلاص، خلينا نلعب شدة يا عمي. فهي المشكلة، الناس ما عندها جلد انها تقعد وتقرا وتدرس وتتابع مقالات. قد ايه نسبة الناس، فوت تفرج على اليوتيوب بتلاقي برنامج تافه بمعنى كلمة تافه عليه ملايين المشاهدات، بينما محاضرات علمية لأهم العلماء بالعالم بتلاقي ما عليها بضعة مئات او كم الف محاضرة، كم الف مشاهدة على مستوى العالم كله، عم بحكي اذا انجليزي. طيب يعني مشكلة كارثة. فمشان هيك انا برأيي هذا الموضوع بده طول شوي لحتى خلص انه عن جد كل الناس تفهم اي النظريات العلميه. يعني مثلا علم النفس التطوري مين سمع فيه؟ مين بيعرفه؟ مين قاري فيه؟ طيب هذا العلم صار له 60 او 65 سنه شغال، ابحاث علميه، كتب مؤلفه، اذا بتقرا فيه شيء بيشيد، نظريات فظيعه بقلبه، طيب مين بيعرفه؟ ما حدا بيعرف. العلاقات بين الناس، الكذا، يعني حتى بالفيزيكس، بالاستروفيزيكس اللي الناس بتعرفه انه اخي في انفجار كبير، شغله اسمها انفجار كبير، في شمس وكذا، انا قاعد مع ناس وجامعيين ما بيعرفوا انه القمر اصغر من الشمس مثلا، ما بيعرفوه وهن جامعيين. شغلات بتشيب جان. فانا برايي بسبب هذا البطء، لانه ما عم يكون كانه في تسويق شديد من قبل الحكومات بالدرجة الأولى، لأن الحكومات بغالبيتها وخاصة الحكومات بدول العالم الثالث اللي هي أساس المشكلة بالعالم ثقافية طبعا، ما يهمها أنه يثقف شعبه، فهو بيخلي شعبه ملتهي بمسلسل، بغنية، ببرنامج أغاني، بمسابقات، بشغلات تافهة هيك، بعلاك بعلاك، يعني ما بتلاقي عنده أي برنامج علمي ليفهم الشعب أو يروج له لانه الشعب يتابع هيك برامج. فهي المشكله اللي انا برايي بدها تتطلب تاخذ يعني وقت شوي اطول. هي مسؤولية الحكومات. بصراحة أنا كنت أسألك ولكن جاوبتني عليه بسرعة أخي ديفيد،
وانا استغرب، يعني انا استغربت لما عم تقول لي في جامعيين ما بيعرفوا انه الشمس اكبر من القمر. يعني اي مصيبة، اي كارثة اذا شخص جامعي لا يعرف هذه يعني سبيشلز. جان جان كارثة، لأنه نحن الأنظمة التعليمية عنا بي 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 يعني ببساطة بيقول لك مثلا أنا دارس أدبي مالي دارس علمي، يعني شوف على هالتبرير. يعني نحن المشكلة الأنظمة التعليمية بكل العالم الثالث العربي والآسيوي والإفريقي والأمريكا اللاتينية، كل هالدول التعبانة هي. المشكلة إنه النظام التعليمي هو نظام بس إنه بيهمه بالدرجة الأولى يعطيك انضباط، فبتلاقي كثير بيركز لك على أمور القومية، أمور الدين، أمور العرق، أمور الطوائف، أمور كذا على الأغلب، فهو بيهمه بس يضبط الشعب بالدرجة الأولى، لأنه معظمهم هدول دول ديكتاتورية. بالدرجة الثانية هو ما بيهمه أساساً يتثقف الشعب ليكتشف إنه هو ديكتاتور. ما هو إذا الشعب كان مطاطي وعم يقول له أوكي وحاضر وكذا، هو مخوفه بكلمتين، فالشعب ماشي، بس إذا الشعب صار مثقف فرح يكتشف انه انا ديكتاتور، وبالتالي رح يشيلني من على المنصب تبعي، فانا ما بدي اياه يتثقف ببساطه. هي الكارثه. فالنظام التعليمي كله ماشي، وحتى الجامعي كله ماشي على انه بس احفظ وقدم الامتحان. وكلياتنا بنتذكر انه نطلع بالدول العربيه مثلا مثل ما انا درست، نطلع من الامتحان نلاقي الكتب مسدوده بالشارع، الكتب والمحاضرات مسدوده هيك على الارصفه، انه نحن خلصنا امتحان وكبوا العالم الكتب وكذا. موضوع كثير مخجل. وبالمناسبة أنا مشان هيك دائما بركز على نقطة إنه شخص، كينونة شخص جامعي معه شهادة جامعية، معه بكالوريوس أدب إنجليزي، معه بكالوريوس أدب عربي، أي شيء، لا يعني إنه هو مثقف، لا يعني إنه هو فهمان. هو يمكن حافظ باصم كم كتاب وقدم امتحان فيهم وأخذ شهادة، بس ببساطة. بالضبط 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 اخي ديفيد بالضبط. يعني للاسف الشديد تلاقيهم دكاتره ويروحوا على الجامع يهزوا راسهم للخرافات يعني. طيب خلينا ننتقل لسؤال ثاني يا اخي ديفيد، بقول لك لماذا يجزم الفكر الميتافيزيقي بوجود الاله وعلى الرغم من عدم الاتفاق على ماهيته وكينونته نرى جميع الربوبيين يصرون على وجوده؟ لما لا يصدقون بنفس السهولة الافتراضات الأخرى كالأكوان المتعددة والانفجار الكبير دون الحاجة لوجود إله المتفق على وجوده والمختلف على ماهيته وكينونته؟ تفضل. سؤال جميل، سؤال جميل وكمان جوابه طويل، لكن رح أحاول أختصر قدر الإمكان. المشكلة بالثقافات جان هي ما لها موضوع مثل تصنيع هذا الألم، وبعدين لقينا ألم بتصميم آخر أفضل فكبينا الألف منتج اللي أنتجناه، نزلنا منتج جديد على السوق وخلاص. المشكلة بالثقافات إنه هي تراكمية، تراكمية عبر آلاف السنين اللي احنا بنعرفهم هلا، تقريبا 10,000 سنة من بدايات المدن القديمة. 10,000 سنة من الثقل الثقافي بكل مجتمع بكل منطقة، ما فيك تكبهم ب 100 أو 200 سنة من العلم. يعني حتى العلم لنحكي بعلم مثل ما نحن اليوم نعرفه وعايشين بخير وعمره 100 سنة تقريبا. يعني البيج بانج ما صار لنا 100 سنة بنعرفه، على ايام اينشتاين كان مفكر الكون ستاتيكي وانه هو هيك شكله وخلص. فالعلم بهالفتره الزمنيه القصيره هي ما عم يحسن يغزو عقول وثقافات الشعوب وينسيها تراث وحمل ثقافي عمره الاف السنين. لانه اذا بتلاحظ الموضوع هو دائما مزيج، يعني ما في شيء اسمه انه ثقافة هي بس عبارة عن دين معين هو اللي منشئ ثقافة. الدول العربية مثلا، اذا انت بتكون ببلاد الشام بتروح لبلاد المغرب بتلاقي في اختلاف ثقافي واضح ما بين هون وهون، حتى الطوائف الاسلامية بتلاقي في اختلاف ما بين هون وهون، دائما بيتم في تمازج. وعلى هذا فقس طبعا بالنسبة لكل الديانات واي شيء ثاني، بيصير دائما في تمازج من الثقافة المنتشرة مع الدين اللي اجى سيطر بهي المنطقة، بيعملوا نوع من التزاوج بيتم تنقيحه عبر السنوات. الاحتلالات اللي بتجي على هي الدولة، مثلا بلاد الشام اذا بترجع لتاريخها، بلاد الشام مثلا لم تكن منطقة مستقرة بحياتها من ايام
السومريين كان عانين، وبعدهم الاشوريين بابليين. من بعد هذيك الحقبه اجاك الرومان، اجاك الفرس، اجاك اليونان بالاول بدايه، بعدين الفرس، بعدين الرومان، بعدين العرب، بعدين الاتراك، وهكذا. فهذا الشيء بيعمل لك دائما تمازج ثقافي. بالنسبه لموضوع الاله بالذات، هالتمازج هذا الثقافي طور معه فكره الالهه، ولاي شخص بيدرس انثروبولوجي بيلاحظ تماما تدرج فكرة الآلهة من بداياتها، من الآلهة الغير مشخصنة إلى مجمعات الآلهة، إلى الآلهة المشخصة، بعدين إلى الثنائيات، إلى الثالوث ثنائي، بعدين الفردانية اللي هي النهائية للإله الإسلامي مثلا كمثال، وقبله يهوه. التدرج هذا كتير كان بطيء عبر آلاف من السنين، لساتنا حاملين الاثر تبعه. فاليوم وقت اللي بده يجي ربوبي، هو اسهل له بكثير يضل حامل هذا الارث الثقافي تبعه وماشي عليه، اسهل له من الطاقه اللي بعد منه اذا بيقرا اكثر ويكب هذا الارث الثقافي. وانا اي شخص بحكي معه بيعرف عن حاله انه هو ربوبي، وانه هو ما عم يحسن يتنازل عن فكره الاله، ايام بسالهم انه ليش انت لساتك اوكي، انت عرفت بشريه الاديان صارت واضحه لك، قريت اساطير، قريت كذا كذا الى اخره، ممتاز. طيب ليش لساتك متمسك بوجود اله خالق للكون بغض النظر هل هو المحرك الاول الارسطي ولا غيره؟ مجرد وجود شيء خلق الكون بيقول لك مثلا انه انا نظام الكون معقد بالنسبه لي، فكره البيج بانج معقده بالنسبه لي، انا بحس انه في حدا مسير لي بحياتي، انا كذا. هلا هذا الشخص انا دائما بقول له اقرا اكثر، ويمكن اذا بتضل ممارس على القراءه بصدق بعد سنتين رح اشوفك صرت ملحد قوي، لانه بس انت اللي مخليك تضل ربوبي ومحمل هذا الارث الالهي، ما عم تتبع النظريات العلميه اللي هي خلص كبت الاله، مات الاله مثل ما قال نيتشه، مالك عم تصدقها لانه انت ما عم تقراها، انت ما درستها. انا مريت بهي المرحله لفتره معينه قبل ما افوت بالساينس، كنت ربوبي، وقت فتت بالساينس خلاص فهمت كل شيء، يعني صرت عم بقرا كل شيء on a sheet of paper، خلاص واضحه القصه كلها قدامي. فبس هو هذا الموضوع جان برايي. طيب شكرا اخي ديفيد، خلينا ننتقل للسؤال التالي. وبصراحة هي يعني السؤال اللي نحن طرحناه كثير مرات، هو ما هي الأخلاق وما هي معاييرها، ولماذا يلصقون الأخلاق بالإله والمنظومة الدينية، ونحن نعلم أن جميع الأديان فيها ما هو أخلاقي وما هو لا أخلاقي. هلا هذا السؤال حلو لانه في شوي مرتبط بالسؤال بالجواب اللي حكيته قبل شوي. شوف جان، الاخلاق انا برايي الاخلاق فينا نقسمها لنوعين اساسيين. في شيء اسمه اخلاق غريزيه، وفي شيء اسمه اخلاق ثقافيه او مجتمعيه. ثقافيه افضل لانه كلمه اكثر دقه. الاخلاق الغريزيه اللي هي الأخلاق اللي هي وجدت مع وجود المجتمعات البدائية، إذا بدك حتى من قبل ما نكون إحنا موجودين كهومو سيبيان سيبيان، من أسلافنا. مثل يعني أنت ما بدك الله يجي يقول لك إنه إذا بدك تقتل جارك فهو جارك حيجي يقتلك، فمن الأفضل إنك ما تقتل جارك. يعني موضوع ما بدك الله يجي يفهمك إياها، او ما بدك الله يجي يقول لك انه اخي لا تسرق من جارك لانه اذا سرقته فهو حيجي يسرقك، وهذا مو مجتمع انه يعيش بطريقه كله عم يسرق من بعضه، او الكذب او او او. هي النوع من الاخلاقيات اللي هي دائما يتشدق فيها اهل الاديان بانه لولا الدين لانا عملت ولانا ساويت. وبالمناسبه طالما جماعه اخواننا اصدقائنا المسلمين كثير بيحبوا قصه لولا الاسلام تنكح امك واختك كذا، بالمناسبه اي دارس للبيولوجي رح يعرف انه كثير من الكائنات الحيه الاخرى غير البشر لا تمارس ما يسمى سفاح القربه، يعني ما بينام مع اخته، ما بيتزوج اخته او امه او كذا. بالمناسبه يعني هذا الموضوع جيني ببساطه مثلا تفسيره العلمي، لانه وقت اللي انا عندي كائن حي، لنفرض هذا الكائن الجينة تبعه عنده جينة، صار في طفرة جينية وحب انه هو صار عم يشتهي اخته بدل ما يشتهي الغريبة عنه،
فهذا رح يولد كائنات مشوهة على الأغلب بعلم الوراثة، فهذا ببساطة ما رح تستمر سلالته. مين اللي حتستمر سلالته؟ الشخص أو الكائن الحي اللي هو ما عنده غريزة إنه ينام مع أخته بينما ينام مع وحدة غريبة عنه، هذا اللي حيجي بعلم الوراثة أبناءه بصحة أفضل ويتكاثروا. فالموضوع ببساطة انتقاء طبيعي بهذا السكشن. هلأ نفس الشيء أنا فيني أقود الانتقاء الطبيعي هذا على الأخلاق الغريزية اللي أنا سميتها الغريزية، اللي هي الأساسية بتكوين المجتمع، الصدق، القتل، السرقة إلى آخره، أضيف عليهم الشلة هي الأساسية. هاي الأخلاق أنا بسميها غريزية، والانتقاء الطبيعي بيعملها. يعني أنت تخيل مجتمع صار عنده طفرات جينية خلته دائما يكون عدواني وبده يقتل جيرانه، وعم يتزاوجوا من بعض بحكم انه هن جماعة من 20 او 30 شخص وعم يتزاوجوا من بعض. كل هالمجتمع صار عنده غريزة قتل اصدقائه وقتل اخواته وجيرانه، هذا المجتمع رح يفنى. او انه يسرق من جاره وجاره يسرقوا، بالنتيجة يتقاتلوا فيقتلوا بعض، او فالموضوع بسيط. هي الاخلاق الاساسية اللي هي بتحافظ على كينونة المجتمع، إذا ما توارثت جينيا بالأساس الانتقاء الطبيعي يفرض على هي المجتمعات إنه هي تفنى. موضوع بسيط تماما مثل أي كائن مشوه، بس نحن هون عم نحكي عن مجتمع مشوه، وداروين ما حكاها بهذا التفصيل. أنا ما أذكر قريتها لداروين، لكن مثلا داروين كان كتير ذكي بأنه درس مثلا موضوع النحل والحيوانات المجتمعية أو الحشرات المجتمعية، النحل والنمل وأشباههم، اللي هن بيقول لك في شيء اسمه انتقاء طبيعي مجتمعي. هلا انا عم طبق نفس الفكره على ما يسمى الاخلاق. انت ببساطه اذا مجتمع عنده اخلاق سيئه اساسيه، برجع وباكد، يعني اذا بدك تحط لي موضوع الحجاب واللبس وكذا، هذا ما له اخلاق اساسيه، لا تؤثر على كينونه واساس المجتمع واستمراريته. اما الاخلاق الاساسيه، انت تخيل اي مجتمع عنده عدم اخلاق أساسية لحيفنى ببساطة، هو حيفني حاله. مين المجتمع اللي حيضل مستمر ونحن حنكون من سلالته؟ المجتمع اللي كان ما عم يقتل أخوه وما عم يقتل جاره وما عم يسرق من جاره وهكذا. هلأ بالنسبة للقسم الآخر من الأخلاق اللي هو أنا بسميه الأخلاق الثقافية. هلأ الأخلاق الثقافية هي كتير حلوة، وأي شخص إذا بيحب يقرأ بالأنثروبولوجي فيه يستمتع جدا وتشوفوا التباين الرهيب بالثقافات ما بين الشعوب بهذا السيكشن بالذات. مثلا بقى موضوع اللبس، موضوع الزواج، أنا أذكر قريت موسوعة كانت جميلة جدا اسمها موسوعة تاريخ الزواج، ماني متذكر باللحظة المؤلف، بالقرن ال 19 المؤلف تبعها قديم. موسوعة كانت جميلة جدا، بتورجيك اختلاف شديد ورهيب ما بين الثقافات الإنسانية بعادات مثلا الزواج اللي نحن اليوم بنسميها الأخلاق. يعني مثلا موضوع اللبس، موضوع كذا، في عندك قبائل بالأمازون أو بمناطق تانية بآسيا بيطلعوا بالظبط ما بيلبسوا أي شيء. طيب هدول القبائل ما بيشعر بأي اشتهاء جنسي لا هي الانثى اللي قدامه، هو بيعوريه كامل. وكاتبين انا قاريه بالانثروبولوجي، المراقبين اللي راحوا كانوا كثير مستغربين قبل ما يحللوا الموضوع سيكولوجيا ويفهموه بعدين، يقول لك احنا مستغربين انه ما بيحس عنده، ما في عنده انتصاب اصلا، وكلهم حواليه بنات عورات وكذا، مجتمع نظامي طبيعي هيك. بينما مثلا نروح على مجتمع كثير منغلق زي مثلا السعوديه، اذا بنت مبينه عيونها بتلاقي يمكن ما بعرف شو صار معه الشاب وقت بيشوف عيونها. ف المشكلة هون، وبيقول لك هذيك بلا أخلاق وهي البنت صارت بلا أخلاق، لأنه هي اسمها أخلاق مجتمعية أو ثقافية تتباين بشكل رهيب. وهي الأخلاق ما في إلا بيز واحد، البيز تبعها فقط ما تم التداول تبعه عبر السنوات. ودائما بيصير في مزج بين، جوابا على القسم الثاني بالسؤال، في مزج ما بين الثقافة المتوارثة بهذا المكان والدين السائد فيها. مشان هيك مثلا بلاد الشام دول مسلمة، ثقافتهم الإسلامية تختلف بالكلية عن شبه الجزيرة العربية اللي هي بلاد مسلمة أخرى، لكن ثقافتهم، أخلاق، العادات وتقاليد، منظومتهم مختلفة تماما، تختلف عن المغرب، تختلف عن مصر اللي هي متأثرة أصلا بالثقافات اللي قبلها اللي لها تاريخ ثقافي مختلف. هلا
اي حاكم انا دائما بعبر بمسمى ثالوث القمع اللي هو الدين والسياسه واقتصاد، فاي حاكم كرمال يريح حاله بحط لك الشرطي تبعه اللي هو الاله. يعني هلا تقنيا ما في اله هو جاب لك شيء، يعني محمد كمثال كونه الغالبيه بتوقع من المسلمين او المسلمين السابقين اللي عم يتابعونا، محمد كمثال ما جاب ولا شيء غير موجود بمجتمعه في الاساس، يعني تعدد الزوجات كان موجود يمكن هو قننه، مثلا العبيد موجودين ظلوا موجودين، الجواري موجودين ظلوا موجودين، ما عمل لك شيء، الحج كان موجود صار فريضة إسلامية مع انه هو كان موجود، وهكذا. فما في دين بيطلع هو هيك من شيء من اللا شيء وبيبتدع لك أخلاق، ما في دين طلع إلا وزبط شوي بالأخلاق الموجودة بمجتمعه، وقت عم ينتقل هذا الدين لمكان آخر بتلاقي تأثر بالثقافة السائدة اللي هنيك، وحتى الأخلاق الدينية تبعه تلاقي تعدلت شوي. فهذا القسم من الأخلاق يلي أنا برأيي لازم يكون في نوع من العقلانية شوي، نطلع شوي بقى من هي ثقافاتنا البدائية اللي نحن توارثناها ولا عن أي بيز أساسي، يمكن هي كانت مفيدة جان بطريقة أو بأخرى للمجتمعات السابقة، يعني المجتمعات مثلا اللي كانت عايشة بشبه الجزيرة العربية يمكن كان بالنسبة لهم بثقافتهم البدائية بعقليتهم البدائية كانت هي الأخلاقيات اللي بنتعاملوا فيها أوكي شغالة معهم صح مبسوطين عليها. طيب بس نحن لازم نفهم انه هي ما خاصه بالله، هي ثقافتهم، ما فيك اليوم تجي وتقولي لازم اعملها انا بالمانيا هي الثقافه موضوع او هي الاخلاق انه هي الاخلاق، لا، الالمان طوروا منظومه اخلاق تتماشى مع مجتمعهم عبر تاريخه الثقافي. هلا حتى هن يمكن عندهم اخلاقيات معينه لازم يرجعوا يعملوا لها ادابت للعلم الجديد، وانا بتذكر معك كنت عم بحكي بالحديث السابق او الحوار اللي قبله وقلت انا انه اتوقع واتكهن انه بالمستقبل والمستقبل القريب اللي حيصير في منظومه اخلاقيه مبنيه على اسس علميه، يعني انا وقت بدي اقول انه هذا الشيء ما لازم اعمله هو شيء غير اخلاقي يكون في له مستند علمي، وقت انا بدي اقول عن شيء هو اخلاقي يكون في له مستند علمي انه هو كويس اذا بعمله. ما بدي افوت بتفاصيل كثير بس كلياتنا بيعرف كثير تفاصيل بمواضيع الاخلاق اللي انت بتلاقي ما لها اي مبرر الا انه هو بيقول لك واتعلمك اياها، الله هيك بده او الاب هيك بده او ابونا هيك قالنا او او او، لكن هي وقت بتدرسها انت دراسه انثروبولوجيه بترجع بتاريخ المجتمع اللي بنشأت فيه هاي الاخلاق حتلاقوا كلياتها كيف بلشت الروتس تبعها بالثقافات القديمه وبلشت تكبر وصارت هي اخلاق حميده تسمى بهذا المجتمع او هذا. تفضل. بدي اسالك سؤال هون اخي ديفيد، يعني بصراحه اللي شايفينه هلا مثلا بمنطقتنا وثقافتنا بالشرق الاوسط، يعني هي طبعا من الثقافه الاسلاميه، يعني بالنسبه العموميه على ثقافتنا هي ثقافه اسلاميه من شبه الجزيره العربيه. برايك مثلا هلا اخلاق محمد ذات نفسه، مثل يعني هو سمح بالكذب بحديث المعاريض، سمح بالكذب على المرأة، سمح بالكذب بحالات معينة مثلا، يعني هو كان بيسوي حاله قدوة حسنة ومارس الجنس مع الأطفال، والعالم هاي يعني مثل اتقدت بمحمد. برأيك هل اللي شايفينه هاي اللي شايفينه هالحروب وهالاقتتال وهال مثل ما انت حضرتك وضحت، يعني انه غريزه القتل موجوده، فالشعب راح يفنى بالاخير، يعني اذا قبيله عم تقتل بعضها كلها راح يفنوا، نحن شايفين كلياتنا عم نقتل بعضنا يعني، بس ما اظن يفنوا. ولكن برايك هل هلا يعني هل اللي صاير هذا مو سبب الاخلاق المحمديه؟ يعني هلا نحن مثلا ما في واحد فينا مثلا، ما بقول الكل ولكن النسبه الكبيره بيجي على موعده، النسبة الكبيرة ما في واحد ممكن كاذب مثلا، وفي حتى عندنا ناس متخصصين بالكذب وللا هدف، يعني بصراحة عندنا بالحارة حارتنا في واحد اسمه أبو حسن الكذاب، يعني اسمه أبو حسن الكذاب،
وواحد تاني كمان ايه قريب لنا، يعني هوايته الكذب، يكذب لا شيء، يألف روايات من عنده ويكذب. برأيك الأخلاق المحمدية ما أثرت فينا حتى وصلتنا للدرجة؟ هلا لا شك قدوم ثقافة من البادية لتستوطن دول أو مناطق كان فيها حضارات مهمة مثل بلاد الشام مثل مصر، أكيد أثر سلبا عليها لا شك. الحكم الدكتاتوري اللي إجاهم، وجود شخصيات دكتاتورية وسفاحة مثل الحجاج بن يوسف الثقفي مثلا بالعراق وغيره، وجود هاي الشخصيات اللي تمت إبادة كاملة أو تم تبديل، يعني كيف بدي أقول لك، شبه قصري للثقافات اللي كانت منتشرة لجلب هاي الثقافة البادية لهدول المناطق. هلأ ما بيصير تبديل قصري بالمية مية، يستحيل، لكن تم عملية حكم ديكتاتوري بهاي المناطق كلياتها. أكيد وجود هاي الثقافة البدوية اللي هي ثقافة، يعني مثل بيقول لك شو بيقول، لأنه والخيل والجمال والحميرة لتركبوها وزينة، يعني شخص بالنسبة له إنه الحمار والخيل وكذا هي زينة وقصة كثيرة كبيرة. يعني هذا شخص مثلا راح على بلد كما يقال بالسير على فرض وجوده الحقيقي، إنه راح على الغوطة بدمشق وشاف نهر بلد اللي هو لا شيء مقارنة بالأنهر الثانية بالدول الأخرى اللي أنا شايفها، انفلج سماء، أكل عنب مثلا انصرع فيها. هذا شو متوقع يبني لك ثقافة؟ شو الأخلاق اللي أنت متخيل تاخذها من هيك شخصيات اللي هي بالأساس شخصيات عايشة ببيئة جافة، بيئة قاسية، بيئة بدوية فقيرة، ما في عندهم ولا أي شيء إلا بيقول لك إنه كانوا العرب مشهورين باللغة وبالحكي، وأي أي أي لغة فيها شعراء وأدباء، يعني هي ما لها ميزة بالأساس. يعني بيقول لك العرب عندهم المعلقات والشعراء وكذا، يعني أي لغة بالعالم كله عبر التاريخ كله كان فيها أدباء وشعراء وناس فطاحل باللغة، يعني ما لها. وبالتالي ما كان في عندهم شيء. أذكر تماما هلا باللحظة، مرة من المرات رحت على تدمر، مدينة تدمر الأثرية بسوريا، مرة واحدة زرتها مع بعض الأصدقاء. كتير استوقفني مشهد اني انا عم شوف اعمدة تدمر ومعبد الاله بعل وكذا اللي عمرهم كذا الف سنة لا اذكر بهاللحظة التاريخ، بجنبهم تماما بيوت القش، هدول شو بيسموه، خيمات القش وكذا تبع البدو العرب العربان اللي عايشين بيوت الشعر بيسموه بيت الشعر. الشعر وكذا. فاذكر بهذاك الوقت قلت للاصدقاء اللي كانوا معي انه لاحظوا المقارنه، هي المنطقه كان في عندها حضاره عملت هي الاعمده الرهيبه، عملت هذا المعبد الضخم، عملت هذا المسرح المخيف الى اخره، بس الغزاة اللي اجوا عليها بفتره لاحقه بالاف السنين اجوا ناس جهله لدرجه انه ما بيعرف يعمروا حجر. بتدمر انا شفت مجاري صرف صحي عمره كذا الف سنه، مواضيع فظيعة أنا شفتها بهذيك المنطقة هي وبغيرها طبعا من المناطق الأثرية بسوريا. دراسة وزيارة الآثار والمناطق الأثرية كثير مهمة، بنصح الكل فيها، كثير بتعطيك أفكار فظيعة. لكن بنفس الوقت أنت بتشوف جنبهم ناس إجوا بعد 1000 سنة أو 1500 سنة أو 2000 سنة ما بيعرف يعمل شيء، عامل بيت شعر وعنده كم معزاية ومربيهم وعايش لهلا. يعني الخيمة أنا عم شوفها كنت من قبل ما بعرف 10 سنين من هلا أو شيء، يعني فظيعة هي المقارنة. فأنت جان شو فيك تتخيل يعني من شخصيات بهذا النمط أنها تجيب لك أخلاق معينة، شو الأخلاق اللي تتخيلها منها؟ يعني لو أنت عم تحكي مثلا بمستوى، يعني اليوم أنا إذا بدي أدرس أفلاطون وبدي اقارن اخلاقيات افلاطون باخلاق اليوم اللي نحن عنا اياه وحقوق الانسان وكذا، بقول لك افلاطون كان يعني كثير اخلاقه رديئه، لكن طبعا وقت بدرس شخص مثل افلاطون بدي احتكم لزمانه ولثقافته. فانت فما بالك اذا افلاطون اليوم اذا بتدرس اخلاقه اللي هو قاله بكتاب القوانين او الجمهوريه بتحس انه هي معظمها رديء ولا يصلح لانك تعتبره اخلاق حميده، فما بالك بحدا من البادية ما عندهم شيء، ما عندهم أي شيء بالحياة إلا كم عزاية وكم غنمة. يعني ف
فشو فيك تتخيل من هيك ثقافة وهيك أخلاق وهيك توصيل؟ ديفيد على ذكر الخيم، هي بيوت الشعر بنسميها نحن في سوريا بيوت الشعر، الخيم البدوية هي. صدقني في حلب، في مدينة حلب، في نفس المدينة يعني منها، بالحارة اللي أنا ساكن فيها، بيت مبني من حجر وله غرف وله فسحة، بالفسحة يعني ما نحن بنسميه حوش أو شيء من هالقبيل. يعني البدوي يبني خيمته بنص الحوش وحجاره، وفي عنده غرف يا رجل، في عنده غرف الخيمه ليش؟ يعني ذكرتني بهالمساله هي، يعني هالثقافه اللي يعني بتركها الامر. لليوم إذا بتروح لعند أحبابنا بمناطق شبه الجزيرة العربية، لليوم بتلاقيه هو إنه ما بده ياكل بالمعلقة مثلا، تلاقيه عم ياكل بإيده الرز والما بعرف شو المنسف وهي الأشياء وكذا. ثقافته هيك، ما في غيرها. وحتى بالمناسبة يعني أذكر وقت كنت أنا بدروس المشايخ وكذا، كانوا يقولوا لنا من السنة إنك تاكل بإيدك هيك الرز وكذا، أنا ما عملتها بحياتي، لكن كانوا يقولوا إنه هي الشيء من السنة. بس مثلا لاحظ هذا المثال جميل على تمازج الثقافات. بمناطق مثل بسوريا اللي هي كانت من قبل مجيء الإسلام أكثر بكثير رقي حضاري عن مناطق شبه الجزيرة العربية، ما تقبلوا هي الفكرة. فمثلا بسوريا ما يمكن، بس ممكن البدو أو بعض الناس تأكل بهذه الطريقة، لكن عموم الناس بيقول لك لا أخي، لو كان هذا حديث بيعمل أدابت للدين، هو لو كان حديث إنه من السنة أكل بإيدي بس أنا ما بأكل بإيدي، لأنه ثقافته بالأساس ما تسمح له. بينما بشبه الجزيرة لليوم إذا بتحضر أنت، لا يمكن أمراء الخليج العربي، أمراء اللي بالإمارات ودبي وكذا، وبيكون الجاط اللي عم ياكلوا فيه ذهب، وبتلاقي عم ياكلوا هيك بإيديهم وكذا، مثل كأنه عم ياكل بقبل 5000 سنة يعني. فهي المشكلة جاني، يعني شو متخيل من هيك ثقافة؟ يعني وقت بتكون أنت تلاقي نازل بالشالوخ والعقال من اللامبورجيني، يعني شو متخيل منه هذا يجيب لك ثقافة مثل صراحة ديفيد، أنا من كم يوم يعني أنا شفت غلاف كتاب يمكن شفناه كلها مع الفيسبوك، محطوط الرد الخارق على محبي الأكل بالمعالق، يعني أظن كان بهالمعنى هذا يعني، بس الرد الخارق أكيد على أكلي، على محبي أو مؤيدي أو شغلة من هالقبيل. يعني الزلمة ألف كتاب رد الخارق عليهم، يعني السنة لازم تاكل بإيدك تماما. للأسف الشديد. خلينا نروح على سؤال ثاني بصراحة، لأن الأسئلة كثيرة. بيقول لك ما رأيك بمبدأ المساواة وفي كل شيء، وكيف بنا ندعو للمساواة والطبيعة أباها؟ أليس تطبيق المساواة بعد تشخيص إمكانات الفرد أفضل من المساواة المطلقة لكل الأفراد؟ تفضل. هلا سؤال جميل. لو انه هو ما حدد هل يقصد المساواة ما بين الجنسين او المساواة ما بين افراد المجتمع، ف خلص بجاوب انا على الحالتين. هلا شوف، انا برجع بقول حقول بهي الجزئية، لحقول رأيي الخاص، لو جماعة الفيمينيزم والنسويين بدهم يزعلوا مني ما بعرف، لكن انا حقول رأيي الخاص الناتج عن دراسة علمية سيكولوجية بالتحديد. أنا بيزعجني موضوع مثلا، هلا أكيد أنا برأيي المرأة والرجل وكذا وجميع أفراد الشعب طبعا، أو العوام الناس كلياتها، بلا كلمة شعب، الناس كلياتها تضمن لازم عنده حق الحياة، التعلم، الحياة الكريمة كذا، مواثيق الأمم المتحدة كلياتها ما عندي جدال عليها، لو انه بحب زيد عليها حتى احيانا. هلا لكن انا بحس بقلبي احيانا وقت بتشوف مثلا مرة عم تشتغل شوفيرة تراكس مثلا، هي خاصة بدول اوروبا وكذا، اللي صار عندهم المساواة كثير فظيعة. انا بتحس بقلبي انه بتكون صبية وكذا عم تشتغل، ما بعرف، عتالة بستور بمخزن بكذا، او بالجيش، كثير بتزعجني، حامله رشاش وار بي جي ورايحه على الجيش وكذا، شفناها بالغزو الامريكي للعراق وبغيره.
انا شخصيا بيزعجني هذا الموضوع. هو موضوع لا هي حره، طبعا هي حره انها تشتغل اللي بدها اياه، هي حره. لكن وقت انا بدي اشوف هل هذا الشيء عن جد طالع من قرارة نفسها، يعني هل هي اذا انا بدي اسالها انت، يعني تماما مثل وقت انا بدي اسال وحده مثلا عم تشتغل راقصه تعري او عم تشتغل عاهره او كذا، اسالها انه هلا هي حره عم تشتغل، طيب انت اسالها، اقعد معها بقعده انه عم تسالها بكل نقي او بكل بدي شفافيه، هل انت مبسوطه بهذا الشيء اللي عم تعمله؟ ولا وحده حتقول لك انا مبسوطه، هي مضطره كرمال فلوس انه عم تشتغل عاهره او راقصه تعري او ما شابه. وانا اكاد اجزم انه حتى اللي عم تروح تشتغل بالجيش او بهي المهن اللي هي مهن ذكوريه بحته، مهن يا اخي ما خاصه بالجنس الانثوي، بسيكولوجيه المراه ما بتشتغل، وببناء الجسدي ما بتشتغل معها، يعني مرهقه جدا بالنسبه لها. انا ما بتعجبني. انا واثق انه هي لو ما كثير مضطره ما بتعملها. حتى مثلا بصراحه يعني انا بستغرب وقت اللي بشوف او بتزعجني فكره، وهي صارت منتشره عندنا حتى بالدول العربيه، خاصه بالطبقات الراقيه شوي بالمجتمعات بتشوفها كثير، انه والله هي عم تشتغل وبتشتغل يمكن 8 ساعات او 10 ساعات باليوم بغض النظر عن شغلها، وحاطه اولادها بالروضه او ما بعرف بحضانه ببيبي سيتر او باي مكان. انا ما بتركب معي. لا، انت يفترض، انت كينونتك، مو يفترض شيني لا الله ولا عبد الله ولا اخلاق، انا عم بحكي ككينونتك سيكولوجيا، انت وكينونتك لاسرتك ولاولادك كذا، انت لا، انا برايي اتركي الشغل وعدي انت مع اولادك، عطيهم حنانهم، عطيهم عاطفه الامومه المطلوبه، ديري بالك عليهم كذا. مين هي اللي حاططيهم بيبي سيتنج عندهم وقاعده هي عم تدرسهم وتعلمهم وكذا، او الخادمه بالبيت او ما شابه. انا شخصيا يعني بلاقي هذا الموضوع هو اما اضطرار لحاله ماديه وليس عن رغبه نابعه ضمنيا منها، او هو لحاله من الخلل الثقافي اللي بخليها هي انا بدي اتبروز واكون عم بشتغل كذا، انا بدي اعمل مثل بنت خالتي ومثل بنت عمتي ومثل كذا، وليس نابع. لا، في منهم بتلاقي انه هي مع فلوس بس عم تشتغل، كمان هي عم تشتغل، هي غنية وزوجها غني وهي عم تشتغل، ولادها زادتهم عند المربية أو زادتهم عند ما بعرف مين وكذا، وبتقول لك حرام تعبانة بالشغل. طيب ليه؟ ليه ليه ولادك هدول بكرة بحاجتك؟ فأنا بموضوع المساواة أنا مو مشكلتي إنه هي ما تشتغل، لا طبعا أنا بدي إياها تدرس وتشتغل كذا كأنثى، لكن يعني أربق فيها ببعض الوظائف اللي هي ذكورية بحتة، وبنفس الوقت بحالات خاصة الولادة وتربية الأطفال وكذا، أنا بفضل إنه هي سيكولوجيتها وكينونتها كأنثى إنه هي لازم تكون مع أولادها. هلأ بالنسبة للمساواة مع باقي أفراد الشعب، وإنه هل لازم يكون، شو كان السؤال، إنه يكون بحسب الكفاءات أو شيء هيك؟ جان أنا ما عم بسمعك. آسف، السؤال هو بيقول ما رأيك بمبدأ المساواة في كل شيء؟ وكيف بنا ندعو المساواة والطبيعة بأبهى؟ أليس تطبيق المساواة بعد تشخيص إمكانات الفرد أفضل من المساواة المطلقة لكل الأفراد؟ هلا بهي الجزئية انا بحب اعلق على كلمة امكانات الفرد. صح. هلا ما بعرف كمان شو قصده بكلمة مساواة، انه هلا في مساواة اساسية بكل شيء لازم يكون بالمجتمع الى اخره. هلا بس بجزئية الامكانات، اني انا اطلب من شخص يعمل اكثر من طاقته او اقل من طاقته، انه بوظيفة هي ليس اهلا لها او شيء من هالنوع، انا بدي اعلق على جزئيه الامكانات اللي هي شو اللي بيخلي الافراد مختلفين عن بعضهم هيك بالامكانات. هلا شيني على الجزئيتين اللي هنا واضحين، الحاله البدنيه اللي هي قد تكون بالجينات اجته، الحاله الذهنيه اذا كان فيها قصور او نبوغ زائد هي بالجينات اجته، لكن باقي 99% او 95% من البشر هن بالاساس بيزون واحد. اللي عم يخلي اختلافات الامكانات ما بيناتهم هي فقط عوامل التربيه والظروف اللي مر فيها كل واحد من الناس. انا لو مريت بظروف معينه بحياتي كنت ما قاعد معك هلا، ممكن كنت في فيرتراكس.
وما خصني ولا معاه بكل هالكلام اللي انا هلا عم بحكي. مرت معي ظروف معينه بحياتي خلتني اكون انا هلا بعرف اللي عم بحكي وكذا، وما بعرف شو قلت. فهي الاختلافات بانه انت كيف مريت بحياتك، شو الخبرات اللي تعرضت لها. من هون انا برايي قبل ما افكر بانه انا اقول الاشخاص الاقل ذكاء واقل ثقافه واقل نبوغا و و و انا بدي حطهم بمرتبه ادنى لانه هن ليسوا على قدر المساواه مع الاشخاص الاكثر نبوغا وذكاء وكذا، قبل ما تقرر تعمل لي هي الحركه بدي اقول لك وقف دقيقه حكومه، ليه انت عم يطلع عندك هذا الحال؟ ليه في هذا الديفرنس او الهيوج ديفرنس ما بين هدول الشخصين؟ ما في شخص بيولد غبي، وما في شخص هلا في اشخاص اللي عندهم قصور ذهني انا استثنيتهم، والاشخاص اللي عندهم نبوغ فظيع كمان استثنيتهم، لكن بالحاله العامه ما في شخص بيولد انه هو من حاله مثلا بده يكون هيك غبي مثلا ويشتغل يكنس بالشوارع، وشخص هو ولد ومن حاله فورا بده يطلع دكتور جامعه مثلا لحتى نقول انه فعلا هذا لا يستاهل مساواه. هذا بدي اشوف شو الظروف اللي مر فيها وهذاك شو الظروف اللي مر فيها. بكل اسف للحظه اللي انا هلا عم بحكي فيها من 2016 ما في بتوقع حول العالم منظومه تعليميه تربويه ثقافيه للاطفال من لحظه نشاتهم تتبنى انه تطالعهم على قدر جيد من المساواه، بحيث انه هذا الشخص مال اكثر باتجاه سي الميكانيك والهندسه الميكانيكيه وما شابه انا بغذيه بهذاك الاتجاه، هذا الشخص مال اكثر باتجاه الطب انا بغذيه بهذاك الاتجاه، هذا الشخص مال اكثر باتجاه الحدائق وكذا فانا بغذيه بهذا الاتجاه. اذا انا صار عندي بمكان ما من العالم بيوتوبيا معينه هي الحاله من المنظومه الثقافيه هون او منظومه التنشئه الثقافيه هون، انا برايي حيصير كل الناس فعلا على قدر المساواه، لانه انت كل الناس عم تشتغل مهامها بقدر جيد من الجدية، ما في واحد انظلم. انا اليوم وقت عم شوف اشخاص حالتهم كتير سيئة وضعا حتى الثقافي والنفسي والذهني وكذا وكذا، ناس درويش بسطاء، انا بزعل عليهم. ما بقول انه انا افضل منه لانه انا بعرف اكثر، انا بزعل عليه على الظروف اللي مر فيها بحياته اللي خلته يصل لهي المرحلة. وقلت لك قبل هالمرة حتى هذا الشاب اللي عم يفجر حاله بداعش، وقت بتفكر بهي الطريقة أنا ضمنيا زعلت إنه هو ليه وصل لهي المرحلة. هذا نفسه لو متبنيه واحد من لندن كان درس بكامبريدج كان طلع أحسن من ريتشارد دوكنز يمكن، مبدأ نفسه الشخص لو تم تبنيه من هو وبيبي كان هيك صار، لكن ظروف حياته أخذته بهذا المنحة. فمنشان هيك هلا للغاية اليوم المساواة لازم تكون قد ما فينا نقربها، لكن لازم نحاول يكون في منظومة معينة، المشكلة مو طالع بإيدنا هذا الشيء، هذا بإيد حكومات تخلي البشر قد ما فيهم أقرب لبعض ما يكون فيها الفروقات الشاسعة بيناتهم. بكل تأكيد، يا ريت يا ريت كل إنسان يشتغل الشغلة اللي بيحبها. كان صارت العدالة يعني أظن سهلة، يعني صارت مستواها حقيقية لو كل إنسان يحب يشتغل الشغلة اللي بيحبها يعني. لكن للأسف أغلب الناس ونسبة كبيرة بيعملون بس للفلوس يعني للأجر. طب في عندي سؤال من الأخ وائل صلاح، بيقول يعني هو كتب لي على الفيسبوك ما قدر يكتب على اليوتيوب، عم بيقول لي الأستاذ ديفيد يقول أنه ترك الربوبية لتوسعه في قراءة العلوم، كيف ذلك؟ والربوبية لا دينية أيضا ولكن تعتمد على الفلسفة وليست على العلوم. للعلم أنا لا ديني ربوبي أميل إلى الإلحاد. أشكرك. تمام، سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا. شوف صديقي، الموضوع بالنسبة لي وبتوقع للغالبية الساحقة بيتم بهذا التدريج اللي أنا حقوله، إذا الواحد بده يمشي يعني بالطريق البطيء لكن المؤكد. المرحلة الأولى إنك أنت وقت تطلع على الأساطير على الأديان تعمل مقارنات بيناتها، تعمل كذا، تدرس شوية أنثروبولوجي، تدرس شوية تاريخ، كذا أشياء من النوع، يتضح معك تماما موضوع إنه كل الأديان هي بنت بيئتها وبنت ثقافتها وبنت حاضرتها وكيف تم التناقل بيناتهم إلخ إلخ. فبتصل لموضوع بشرية الأديان خلصنا منه.
صرت بمرحلة تسمى الربوبية. طيب ليه أنت ظليت بمرحلة الربوبية؟ أنا بهذيك الفترة كنت ما بعرف، هذا الحكي من زمان كثير ما متذكر إمتى، بس ما كنت بعرف أي شيء لا عن التطور لا عن الأستروفيزيكس لا عن أي شيء بيخص الساينس بعمق. طبعا بعرف المعلومات العامة لأي هاوي، قاري له مقال، قاري شغلة وكذا، ما كان في فيسبوك حتى يعني، بس قاري أي شيء بمنتديات بمقالات إلى آخره بمجلات أو ما شابه. هلا هذا الستيب أنا بلشت لهلا أذكر، أول شيء فتت فيه بالساينس كان كتاب الكون لكارل سيغان، بلايين وبلايين كارل سيغان، بعدين فتت بداروين وبرجعت شوي، كتعمقت كثير بالبيولوجي، رجعت شوي على الاستروفيزيكس، رجعت خطيتها تمام، شفت اللي احدث من كارل سيغان ورجعت وهيك وصرت اتقلب بين مختلف المجالات العلميه. هلا الفكره انه انت وقت بتدرس ساينس تتوصل لنقطه، انه وهي النقطه انت فيك تعالجها فلسفيا على فكره، يعني هي النقطه وصلت لها بالساينس لكن تقنيا الحادث حيكون بمعنى فلسفي، اللي هو انه انت اصبحت عندك وجود فرضية خالق صانع بغض النظر شو صفته، لانه يختلف كل الربوبيين بيناتها خالق وصانع ومنشئ وكذا والى اخره. هذا الشيء، هذا الكائن، هذا الكيان اللي عمل الوجود انت صار بالنسبة لك، وسواء عم يسيره او هو صنعه وتركه ولا شو ساوى بغض النظر، اصبح فرضية بلا معنى، ما لك شغل فيها بس ببساطة. بالمبدأ العلمي إذا شغلة أنت ما لك معنى فيها، يعني هي ما بتعني لك، وجودها ما ساعدك، يعني هي ما مثل الإلكترون، الإلكترون والنيوترون وكذا تم اكتشافهم كفرضيات، وبالمناسبة الغالبية الساحقة من الفيزياء تم هيك اكتشافها بهي الطريقة، إنه هي تنشأ فرضية لأنه المعادلات الرياضية كانت عم تفترض وجود هذا الشيء بهذا الوزن بهذا الحجم بهي الطريقة، إذا وجد فبيسموه بداية virtual objects مثلا أو virtual particles إذا عم نحكي على شيء ما دون الذرات، فبداية بيخترعه ك virtual particle، محقق له المعادلات الكيميائية تبعه ومعادلاته الفيزيائية، علاقاته أموره كلها صح، فعلى الأغلب يتم افتراضه واعتماده، وغالبا اللي عم يصير بعد سنوات يتم التحقق والتثبت منه، فبتبطل virtual وصارت هي شيء حقيقي. هلا اذا انت عم تستعمل نفس الحاله على فرضيه الاله، طيب انت درست الكون وفهمت انت انه الكون والفوضويه الكون اللي انا بحب اسميها بهي الطريقه، وانه هو ما في شيء منظم، وانه هو انفجارات كونيه دائما عم تصير، والسوبر نوفاز، وليش صارت جزيئه الحديد، وليش صارت جزيئه الكربون اللي مشكله لخلايا جسمي هلا، وجزيئة البلاتين اللي مشكلة لكستك الساعة تبعي وكذا. طيب انت عم تدرس كل هاي السردة، طيب والله ما خصه بالموضوع. الايفولوشن درسته كله، الله ما خصه بالموضوع. درست سايكولوجي، طيب كمان عم تحسين تحلل كل الطبخات اللي عم تصير حواليك سايكولوجيا، طيب والله ما خصه بالموضوع. طيب وين صفي اي يعني؟ شو صفي الله ليشعل فتيلة الانفجار الكبير؟ يعني بس هيك شغلة كبسة زر انفجار كبير وراح؟ وجوده بهي الحالة هو بيعكس تماما الفيرتشوال بارتيكلز او الفيرتشوال اوبجكت، لانه وجوده بهي الحالة سبب لي معضلة، صار بدي افهم هو مين وهو شو عم يساوي هنيك وكذا. وحتى انا اذكر تماما انه بهديك الفترة انا ملت اكثر لنظرية علمية كنت لسه مالي كثير متعمق بالاستروفيزيكس، ومالي عرفان انه هي نظرية تم دحضها او فرضية تم دحضها علميا، انه ليش ما اقول انا الكون نفسه عم يتمدد بانفجار كبير ويرجع بانكماش كبير وهكذا الى الابد، اسهل لي ما تفترض الله وتشغلني لافهم مين هو وشو شكله وكينونته، ونختلف مثل ما اختلفوا من ايام سقراط لليوم على هيئته وماهيته الى اخره. فوجوده صار مشكله وليس مساعد على الاطلاق، فما بالك وقت اللي انت حتى لسه بتقرا شغلات اكثر مثل ابحاث لورانس كراوس ودراسات عن العدم واللا شيء مثلا، وكيف هو في فيرتشوال بارتيكلز وهي popping on in and out of existence in no time، وهي الشغلات، وبيقول لك انه بالمعادلات الرياضيه انا فيني بيصير عندي انفجار كبير
بشكل دائم بيصير انفجارات كبيرة من اللاشيء، ورياضيا الموضوع صحيح، ما في أي معضلة عندي فيه ولا معادلة رياضية فيزيائية. فبالنتيجة وقت تتعمق بكل هاي التفاصيل، صفى وجوده كرمال شو؟ يعني شو بدي فيه؟ حاسس انه هو عم يراقبني، صفيت مشكلة عندي، لأنه أنا يفترض بعد سنوات من القراءة والبحث وكذا خلصت من مرض انه انا حاسس انه والله هو اليوم نفذني من سيارة تدعسني، او حاسس انه هو اليوم رزقني لانه ماما دعت لي الصبح. هي الشغلات يفترض كبر عقلي عن انه انا اصدقها وامشي فيها. فهو ببساطة بس بيصفى الشيء لا داعي لافتراضه، وبالتالي يهمل بس مو اكثر. ومنشان هيك بدي اعقب تعقيب صغير لو اخذت شوي زيادة من الوقت. هلا عم بتذكر شغله، وهي الشغله كمان كثير المؤمنين بمختلف الاديان بيعلقوا كثير عليها، وتعليقهم كثير سخيف ما له طعمه لانه هن مو فهمانين. كلياتنا مارق معنا يمكن تقسيم ريتشارد دوكنز للحاله الايمانيه او ما شابه من 1 لـ7، من متاكد جدا بوجود اله لا متاكد جدا بعدم وجود اله وما بينهما. هلا ريتشارد دوكنز ملحد قوي، ملحد إيجابي واضح معروف، لكن ببعض الحالات وبعض المقابلات وقت بيكون في حدا عم يحكي معه، الزلمة عم يحكي بمستوى أكاديمي جدا وبيسأله أنت على أي مستوى، كونه هو عالم وكونه هو بيعرف أنه هو ما في يكون متأكد إلا من الشيء اللي هو لامسه وعرفانه، ما بيقول لك أنا 7، بيقول لك 6، لانه هو بس عم يتاكد انه انا ما فيني انفي. نفس الشيء كثير من الفلاسفه بيحكيها، برتناند راسل مثلا نفس الشيء بيقول لك. حتى في مره له مناظره، ما عاد اذكر مع مين، كان قسيس فيلسوف، فيلسوف مهم كان، والله نسيت اسمه، كان له مناظره معه قال له هداك اعطيني ادله عدم وجود الاله. قام قال له برتناند راسل، قال له هذا الكلام يستحيل فلسفيا ومنطقيا، انت اعطيني ادلتك على وجوده وانا بنقض لك اياها واحده واحده. لكن ومع ذلك انا ما فيني اقول لك انا متيقن بالمية مية او مليون بالمية انه ما في اله، هذا الشيء ما بيصير. ما مثل تماما مثال الشهير جدا اللي قاله برتناند راسل، مثل انه انا ما فيني اكون متيقن بالمية مية انه ما في ابريق شاي بدور حول مدار زحل. هلا هو لكن افتراضه ما له طعمه، مثل اي افتراض فينا هلا نفترضه للصبح. منشان هيك بالمنطق العلمي طالما شيء انا ما لمسته ما في داعي لوجوده، فمن الاسلم اني ما اعتبر وجوده. والا نحن هلا ما بعرف كم شخص عم يتابعنا، كلياتنا بنقعد بنفترض اشياء وما حدا فينا في ينفيها، وكلياتنا لانه ما حدا فينا في ينفيها لازم نصدقها. انا بقى في عندي ابريق شاي مدري وين عم يطير، وانت في عندك مثلا تنين اللي عايش بالكراج تبعك، مثل مثال كارل سيغان الرائع، انه انا عندي تنين وموجود بالكراج وما حدا فيه يشوفه وما حدا فيه يلمسه في وجوده. هي الحالات الميتافيزيقيه هيك بالطريقه ما بتشتغل. فبالمنطق العلمي اذا شيء انا ماني مضطر عليه وجوده لا يفيد، بالعكس رح يعمل لي ارباك، فعدم وجوده هو أفضل. بس ببساطة شكرا ديفيد، شكرا. انا بتمنى اصدقائنا اللي بياكدوا على مساله الربوبيه واللادينيه والمسائل هي وبياكدوا عليها يعني يتفهموا الموضوع، لانه موضوع بصراحه كثير حساس. لانه انا بالنسبه لي انه الربوبيه واللادينيه هي التمسك الغريب الشائع، يعني انه يتم بدنا نفسيته مطمئنة لهالإله الوهمي يعني للأسف الشديد. على كل حال أسئلتنا كثير آسفين كثير أصدقائي، يعني كان المفروض يكون فاتح سكايب يلا، بس خلينا نكمل الأسئلة. طيب أخي ديفيد، في سؤال عندي بيقول إن ظاهرتي الإلحاد والعلمنة الشبه إسلامية الناميتين بصورة بطيئة ومشوهة في مجتمعاتنا العربية، أليس لهما دور سلبي في تفكيك عرى المجتمع، والتي ربما هي ربما أملنا الوحيد لمقاومة المحتلين والدخلاء فيها؟ هلا ما بعرف أي رأي في مجتمعاتنا الشرقية، يعني نحن مجتمعات بكل أسف، يعني الأخ ما بيحب أخوه
والجار بيبقى بس عم يرصد جاره انه جاب كيلو لحمه لحتى يروح يقعد يقول له انت معناتها معك مصاري، اعطيني مصاري. ونحن مجتمعات تعبانه لابعد الحدود، اي تماسك فيها يا جماعه، اي تماسك فيها. بالعكس هلا شوف، بدك تفرق، بدك تفرق ما بين شغلتين مهمين، قال الالحاد والعلمنه. الالحاد شيء والعلمنه شيء ثاني. هلا تفرقة أنا ما برأيي نحن حنتفرق أكثر منا مفرقين اليوم، يعني وخاصة من بعد يعني الربيع العربي وهي الشغلات. اليوم يمكن ما في اثنين بعيلة واحدة متفقين سوا، يعني إذا ما لهم مختلفين ثقافيا أو مغاروا من بعض أو كذا، فهم مختلفين باتجاههم السياسي، أو هذا بيتبع الشيخ الفلاني وهذا الشيخ الفلاني فبيتقاتل، وهذا الشيء أنا شايفه وحضرانه بعيني، إخوات عم يتقاتلوا لأنه شيخي قال كذا وشيخك قال كذا، او موقفك السياسي، او معك فلوس اكثر مني، او نحن مجتمعات تعبانه جان، نحن مجتمعات متهالكه لابعد الحدود، متهالكه والله. لك سيارتك ما بتسترجي توقفها بدولنا هي الا ما جارك يحط لك اياها لانه غيران منك اشتريت سياره وهو ما عنده مثلا، او ما شابه. نحن مجتمعات تعبانه جدا، فما يعني ما في شيء حيفرقنا اكثر مننا مفرقين صدقا. يعني الشيء الوحيد اللي صفى اكثر من هيك انه ينباد وبقى بقنبله نوويه، يعني هذا بقى اللي صفى المرحله اللي تحت هي، او بانه حرب سكاكين كله يطلع هيك بالسكاكين مثل هي الالعاب اللي بيلعبوها على الكمبيوتر. هلا الالحاد ما خصه، هذا موضوع لحاله، انت كونك ملحد ولا مالك ملحد هي ما خص المجتمع فيها، ولا خص حدا فيها، ولا الله خصه فيها، ما حدا دخل. انت تؤمن بشيء او لا تؤمن بشيء، انت بتاكل تفاح اخضر ولا لا، يعني انا شو خصني بالموضوع؟ شو فككت لي ولا شو عملت لي؟ يعني الموضوع هذا ما خصه باي شيء. العلمنه على عكس ما هو وارد بالسؤال تماما، علمنه هذه المجتمعات هي الحل الوحيد لجعلها مترابطه اكثر. هي الحل الوحيد. وجودك كمجتمعات دينيه بالشكل اللي هي هلا فيه هو الاساس بتفرقتها كثير. هلا اوكي في جهل في كذا في نظام حكومات، انا معك بكل هي القصص، لكن العلمانية هي بعكس وجود منظومه دينيه، لانه هي وجود قانون مدني يحكم جميع ابناء المجتمع وبينترك كل واحد ليمارس شعائره الدينيه لحاله. يعني العلمانية تقنيا هي الكافل لإلك كرجل دين والكافل لإلك كمتدين انك تمارس شعائرك الدينيه، بعكس تماما ما يروج له وما تفهم. يعني انت بمصر، كوني كمان عشت فيها فترة منيحة من حياتي، انت بمصر عندك عشرات او يمكن حتى عشرات الطوائف الاسلامية المتناحرة، السلفيين واحزاب السلفيين واحزاب الازهر واحزاب الاخوان واحزاب ما بعرف مين والوسطيين والمعتدلين، وما مليون حزب ومليون طائفه هذا لسه كلهم بمنظومه السنه، لسه ما حكينا بقى بالطوائف اللي حوالين السنه او حتى الشيعه وما حولهم الى اخره. ف لاحظ مثلا شو كان عم يصير بمصر قبل الانقلاب السيسي. كان عم يصير مجازر ومذابح ما بين كلهم ملتحين وكلهم لابسين جلابيات، بس هذا سلفي وهذا اخواني وهذا ما بعرف من مين وهذا كذا وهذا كذا، وبيجي بيقول لك اذا بتصير الحكم علماني فانا ما حدا حيكفل لي حقي. انتم ما عم تكفلوا حقوق بعضكم، القبطي بمصر عايف ربه، فلان عايف ربه، فلان. طيب الحكم العلماني رح يجي حكم انت كل الناس تطبق عليها قانون مدني، انت بدك تكون سلفي اخي فاصطفر، روح اعمل سلفيتك بايدك وعود تسبح بالحجار وكل بايدك، وهذاك بده يكون مسلم وسطي يصطفل، وهذا بده يكون ملحد يصطفل، ما حدا خصه بحدا، تماما مثل كل دول العالم الراقيه. فلا بالعكس تماما، العلمانيه هي السبب الوحيد. يعني اذا هالدول هي دولنا التعبانه، حتى مثلا مثال بسوريا وكمان بحاله المسلمين، وقت بلشت الثوره السوريه كله عم يتبع مشايخ، بتلاقي هذا الجامع مع النظام وهذا الجامع ضد النظام، هذا الجامع كذا، هذا الشيخ عم يقول بشار لازم تقاتله، وهذا الشيخ عم يقول بشار ولي الله وما بعرف شو بيساوي على الارض، وكلهم مسلمين وكلهم سنه وكلهم اشعريه وكلهم يمكن حنابله او شافعيه او اللي هو. لا بالعكس تماما، وقت انت بيكون عندك منظومه علمانيه صفة انت تصطفل،
ما عاد في هي التجييش الطائفي هذا بيبطل، ما عاد في هي الحالة طائفية ما طائفية وحزبية وكذا وما بعرف شو، هي تبطل تماما. فهي الحل الوحيد لأنه نحاول نرمم هالتهالك الرهيب بمجتمعاتنا وليس العكس. تفضل جان، ما عم بسمعك. لا لا، انا بس كنت عم بشوف التعليقات. بصراحه ديفيد صرنا ساعه وربع وفي اسئله كثير، ما بعرف افتح بس قلب. شيء هلا اذا اسئله كثير، انا بصراحه يعني استمتع بالحوار، بتمنى يكونوا الاصدقاء نفس الشيء مستمتعين. ما عندي مشكله انه نحن اذا ما حصلنا نغطي كل هي الاسئله بنحدد لقاء ثاني بعد كم يوم او الاسبوع القادم ونرجع نغطي تشتري من الاسئله، فانت فيك تنسق ما بين الاسئله المباشره اللي عم تجي والاسئله السابقه بحيث انه فينا نغطيهم على حلقتين. انا شخصيا بكون سعيد، ما عندي مشكله. ماشي، معناتها انا راح افتح السكايب وراح نغطي العدد اللي بنقدر عليه، بعدين اذا تم شيء ونسأل حلقة ثانية والاسئلة البقية. طيب خليني افتح سكايب البداية، واول شيء اسالك سؤال، وبعدين في اخ بيقول هو بسمي حاله تكتيك وعلم كرة القدم، يعني رجل اختصاص كرة القدم، في عم بيقول هل يوجد شيء صنع نفسه بنفسه في هذا العالم؟ حبيبي لو لم يخلقك الله لما كنت موجودا، ولو أرد لخسف بك بي وبك الأرض جمعاء. اتق الله. برجع في تعليق ثاني، هو نفس الشخص بيقول عندما تشتري هاتف من صنع الهاتف، من صنع الهاتف؟ عندما تسكن في بيت، من بنى البيت؟ لكل شيء خالق. تفضل. اي يعني والله هذا الحديث المتهالك اللي عمره الاف السنين، يعني من ايام ابي قور وطاليس وكذا لهلا بينحكوا نفس الامثله مع تطور انه هلا صار في هاتف وكذا. شوف حبيبي، في فرق شاسع ورهيب ما بين تمثيلك لإلي والهاتف. انا كائن بيولوجي، انا كائن بيولوجي وانت كائن بيولوجي، نحن نتكاثر، الهاتف ما بيتكاثر، ونحن نتاج عملية طويلة من الانتقاء الطبيعي اللي أكيد هلا أنا أتمنى لكن أكيد ما عندنا وقت أشرحها كلها، لكن أنت بإمكانك تشوف عشرات الفيديو، مئات آلاف الفيديوهات على اليوتيوب لمختصين وناس عم تشرحها، وأنا ممكن أعمل سيريز كامل على قناتي عن هذا الموضوع. في فرق شاسع، تشبيهك ابدا مو بمحله. انا مالي مثل مثال الباب اللي صنعه النجار والبيت من بنى البيت وانت من جارك. نحن كائنات بيولوجيه نتكاثر، وجود او كينونتنا كاشخاص ككائنات نتكاثر، ووجود الطفرات، انتبه لو ما في طفرات كنا مثلنا مثل الباب والشباك، لكن نحن نتعرض لطفرات جينيه. وجود شريط الدي ان ايه هذا اللي جواتنا، الجينات اللي فيه، الطفرات النيتوكليدات الاربعه اذا بتعرفها، حدوث طفرات فيها عند كل عمليه تزاوج، كل عمليه اندماج نطفه وبويضه، وحدوث طفرات تؤدي لتغير بسيط بالجيل اللاحق وتغير بسيط بالجيل اللي بعده ووجود الحالة التراكمية. هذا الشيء لا بيصير بالتليفون ولا بيصير بالبيت، فالتشبيه أبدا ما له صائب صديقي. هذا اللي فيني أقوله بس. طيب خلينا نروح على سؤال ثاني. في الاخ علي قال لي امان عم بيقول تحياتي لك جان ولحبيبنا ديفيد، عندي سؤال بتمنى لك الجواب له. لماذا كل البشر لديهم مشاكل ويتعرضون لضغوطات الحياة، ولماذا لا يوجد انسان سعيد وليس لديه اوجاع قلب، ولماذا لا يوجد انسان كامل قادر على تحقيق امانيه حتى لو توفرت لدينا كل المقومات المادية والمعنوية؟ لا يوجد إنسان خالي من هذه المشاكل. أسأل هذا السؤال لأني كملحد أؤمن بوجود ميسر ومعسر، لا أؤمن بوجود ميسر ومعسر لهذه الحالة. شكرا لكم. شوف صديقي،
انت حابب انه تكون الحياة ما فيها مشاكل. كارل سيغان على ما اذكر كان في له مقولة كتير جميلة: الكون ليس شريرا وليس خيرا، هو ببساطة لا يكترث لوجود كائنات ضئيلة الحجم مثلنا. بمعنى، أنا برأيي ما في شيء، ومو برأيي، هو هذا الواقع. يعني وقت صارت هزة أرضية، طيب عبر التاريخ، هذا غضب الإله، هذا الكسر. الأرض مو قايمتك من أرضك، ما عم تفكر فيك إنه أنت هربيتك اللي صار لك 30 سنة عم تجمعه، ما عندها هي التفكير. صفائح تكتونية عم تتحرك، فصار هذا الموضوع. موضوع إنه نحن دائما عم نعاني من مشاكل، الحياة ما لها سهلة. كذبوا علينا وقت كنا صغار وعيشونا، بعض أهالينا عيشونا بهي الحياة الحلوة والخضرة والعصافير تزقزق وكذا. الحياة أبدا ما لها سهلة، الحياة صعبة وصعبة كتير. وعبر تاريخنا التطوري كلياته، نحن وكل الكائنات عانينا كتير. المشكلة الأكبر بصراحة بحالتنا كبشر هو هذا دماغنا الكتير كبير، الوعي عنا، بروز حالة الوعي، اللي هي من ناحية مؤخرا مع تطور العلم استفدنا منها شوي مقارنة بالكائنات البدائية، لكن صدقني عبر تاريخنا كله هذا الوعي كان كتير يعني مهلك، متعب، متعب جدا بالنسبة لنا. هي هيك الحياة، نحن وجدنا بهي يعني نحن مشكلتنا انه عندنا وعي. يعني صراحة انا نفسي كثير ايام بتمنى لو اني انا كنت معي داون او متلازمة داون او هيك، كنت هدول الناس البسيطين المجانين كذا، لانه وجود هذا الوعي مشكلة، وخاصة بحالة الاشخاص يلي نحن غزينا الوعي تبعنا، ومو غزيناه بالأحرى، حررناه إلى أقصى الطاقات عن طريق إزالة المخدر اللي كان مزروع فينا. يعني أنت قبل ما تكون صرت، ما عاد أذكر ربوبي أو ملحد، قبل ما تكون بأي الحالة أكيد كان أي شيء بيصير معك إنه الله هيك كتب، الله هيك سوى لي، أمي هيك رضياني علي، خلص أنا بصلي ما بعرف شو، بدعي كذا، بروح لعند أبونا على الكنيسة، أنا بعمل هذا التوبة وكذا وهي الأمور، وخلص والحياة ماشية وكذا وإلى آخره. لكن وقت أنت انشال عنك هذا المخدر، الوعي عندك صار عرضة للجروح أكثر من غيرك. صرت أنت ما في عندك تخدير تماما. الفرق مثل واحد صحيان وواحد سكران. جرب سكار حتلاقي الحياة كتير رواق وحلوة، عم تضحك وبتسمع ميوزك وجوك عسل وكذا، بس لا تصحى من السكر، او انت كن صحيان مع ناس سكرانين انه انتوا شبكوا. هلا هذه نفس الحاله تماما ما بين هذا الشخص اللي خلى الوعي تبعه صار مكشوف من دون مخدر، والناس اللي عنده مخدر. وهذا السبب بالمناسبه، احد الاسباب الاساسيه اللي خلت الفكر الميتافيزيقي كتير يسيطر عبر يعني الاف السنين الماضيه، كان مخدر كله مبسوط عليه، رواق، بتصير معي قصة، ما طلع الزرع، ما بقعد بتعب وبشغل حالي بالزرع، خلص أخي الله كذا، ما بعرف زيوس فلان، بعل إلى آخره، بعل إله الأمطار بسوريا إلى آخره، خلص محلولة القصة. يعني شغلات بسيطة كانت، لكن وقت أنت كشفت هذا المخدر عنك فبلشت تحس بلشت ترجع مثل الإنسان البدائي القديم اللي قبل ما يكون عنده هذا المخدر، عم تشوف الحياة قاسية، عم تحس فيها قاسية. مصطلح خير وشر بالمعنى الطبيعي او الكوني او الكذا انا لا اوافق عليه، لانه هو مصطلح انت هيك بدك اياه. وبالمناسبة اللي انت بتشوفه شر غيرك بيشوفه خير. يعني لا، اذا بيصير معي انا حادث سيارة بسيارتي مثلا، فانا بالنسبة لي كثير شر هذا الموضوع، رح انتكب بمبلغ كبير بتصليح السيارة، ويمكن انا اتكسر يصير بدي مشفى، لكن بالنسبة للطبيب، للمشفى، سيارة الاسعاف، الشخص اللي بده يصلح السيارة كذا كذا، كله هذا خير. الحادث تبعي خير بالنسبة له، لانه يمكن هن اخذوا مني فلوس وطعموا اولادهم وكذا، وتحسنت حالتهم المادية، او يمكن كانوا جوعانين صار فيهم ياكلوا، فهذا خير له انه انا عملت حادث. فهذا الموضوع موضوع كتير نسبي. اما بالنسبة للمنظور الكوني، وقت بده ينزل نيزك على الارض، النيزك مو مفكر انه بده يضرب لك بيتك ويضرب لي بيتي، ما بيعرف، ما خصه بكل هالموضوع، هو هيك الكون، هيك طبيعته. مين قال لك انه هو لازم يكون حلو؟ اهلنا، منظومتنا الاجتماعية تعلمناها بكل اسف منظومة غلط.
طيب شكرا اخي ديفيد، معنا اتصال من الاخ جانو. اخي جانو تفضل، اسمعك تاخير. شكرا شكرا لك جانو، شكرا كثير لك. جان، أنا ما سمعت ولا كلمة من الاتصال بكل أسف، تفضل يا طيب جان. هو الاخ جانو عم بيقول انا اؤيدك بكل كلمه قلتها، وانت عم تحكي بمنطق بعلم، يعني بمنهج علمي. وعنده سؤال لك، سؤال مزوحي، عم بيقول اذا كان محمد واصحابه على متن السفينه مع داروين التي هاجرت الى احدى جزر الكاريبي، وشو كان قدم محمد للبشريه؟ يعني داروين الزلمه راح درس الكائنات الطيور كل هالكائنات هي درسها لمد اعوام طويله. يعني لو محمد كان معه، شو كان قدم محمد؟ تفضل. كان الشعب السعودي اليوم بدل ما يكون شعب يعني إلى حد ما من أصول من منطقة شبه الجزيرة العربية، كنت حتلاقيه بغالبيته من البرازيل والأرخبيلات بأمريكا اللاتينية، في غالبيته هيك حيكون مصاب، لأنه حيكون جاب سبايا كتير من بس اللي كان حيصير بمصر. طيب معنا اتصال من الاخ سالم، تفضل اخي سالم. مساء الخير حبيبي، على وضع لي صوتك لانه الاخ ديفيد ما عم بسمع الاتصال، كان الاتصال السابق ما سمعه. يا ريت علي صوتك يا سالم. اظن يعني شو ديفيد عم تسمعه يعني يعني، بس علي اكثر. يلا يلا ما في مشكلة. عم يكون الصوت مشوش جان، مو بس موضوع انه الصوت ضعيف، كثير نويز كثير عالي عم يكون عندي. ايوه هو لانه تفضل. اظن انا بسمع اللعبة. شكرا على قدرتك على اخراج رجل الكهف من الكهف ومشاركة افكارك الجميلة، وشكرا على حضورك ديف. اي لاف لسننج. لا خليني اترجم للاخ ديفيد. اخي ديفيد هو عم يتشكرني، عم بقول شكرا لك الي يعني،
انه اخراجك برجل الكهف من الكهف، وهذا مو انا اللي اخرجته، هو الزلمه خرج لحاله يعني، ما بده مخرجين. وهو بتشكر كثير جميل على وجودك معنا وعلى افكارك الرائعه. تفضل سأل. شكرا. عندي ملاحظتين. الاول التقنيه، اعتقد ان لاحظت في الحلقات الاخيره الماضيه، واتمنى الجمهور ممكن يعطي هذا الفيدباك، جاء الريسبشن من جانبك من الناس بتاعك مش كويس. اها يعني صح، انا صار اعتقد معي. يعني بروسيسور، بيتر بروسيسور، لانه دايما واضح جدا ويظهر هذا في بعد الثلث الاول من الحلقه، فممكن يعني تسكن على البروسيسور وتاثر على البث وهي الشغلات. فانا سمعت من عده اجهزه وعده مرات ويعاد نفس المشكله، ولكن تعرف انا احب اسمع صوتك. تسلم تسلم، اكيد انا راح اشوف الموضوع هذا ويظهر لازم لي لابتوب جديد يعني. تفضل. تسمية الحاد أو الربوبي والعدوي، أعتقد إنه هذه الأسماء إنه في الطريق للزوال، أعتقد راح تكون بس الإنسانية الحرة يعني، وخاصة الشغلات الموجودة في مجتمعاتنا، إنه بعد الرغبة في المعيشة في الغرب، يعني ما عمرهم ما حددوا سنة إيش يفكروا، يعني لماذا تؤمن؟ وهذا معظمها في مجتمعاتنا الشرق الأوسطية المتخلفة وخاصة الإنسانية. يعني مجرد رأي أنه أعتقد راح تكون بس إنسانية فقط. لأنه هي الأمور معتمدة على التجربة الحياتية الشخصية الفردية. في شغلة أخرى أحب أشارك مع ديف، أتمنى أن المجتمع صوته. ديف، في آخر أعتقد آخر ظهور لك مع جان، حبيت أشارك معك صوتنا على الـ IQ Intelligence Quotient. سامعني ديفيد صح؟ أنا سامعك، تفضل. أوكي، لأن راح أسأل وأسمع الجواب من اليوتيوب لأنه I can't hear it. طيب. تفضل. شو السؤال؟ والانر بريدن، الزواج الداخلي، يعني المشهور في مجتمعاتنا. انك طرحت هاي الفكره ومقطع الخط انه كنت في منطقه نائيه. فالاي كيو يعني في درجات شديده في النقص في المجتمعات في الشرق الاوسطيه وخاصه المسلمه، لانه الانر بريدن الزواج الداخلي في العائله، يعني في العشيره والعائله. وفي شغلة أخرى ديفيد، كان لينك قرأته ممكن يحدث كارثة ما، كارثة طبيعية نموية ومرشو في الكرة الأرضية، صار سيرفايفرز، يعني في ناس نجوا من الكارثة، ويعني مثلا نقول ناس من اليابان ومن ألمانيا ومن الشرق الأوسط ومن السعودية أو من مجتمعات إسلامية ومن أمريكا أو من ألمانيا، إذا راح تجمع هؤلاء الناجين، أطفال هؤلاء الناجين يعني أطفال مهمين، راح يبدأوا يستمروا من مراحل أبوهم اللي تركوهم، يعني الأجيال اللي تركوهم. ما معناه، أتمنى أكون واضح، ما معناه إنه اليابان سيبدأ من النقطة 70، إماجن في درج، يعني في سلم في درجة 70، الطفل الياباني سيبدأ من 70، والطفل الشرق الأوسطي سيبدأ من 10 وبدون العشرة، يعني تحت، يعني سيستمر ببدائيته، والتخلف راح يبدأ من التخلف، بينما الياباني والألماني والدان المتطور الاسكندنافي راح يبدأ من 70 already. أتمنى أسمع رأيك في هذا، راح أسكر السكايب. أكيد. بس الزواج الداخلي، شو قصدك؟ زواج الأقارب يعني؟ يس، الانر بريدنج، يعني لأنه يأثر على الانتلجنت كوين، الذكاء. أوكي، تمام. هو يعرف ديفيد الاي كيو والانتلجنت كوشن. اي كيو. طيب. اوكي،
شكرا كثير سعد، حبيبي، شكرا لكم شكرا سعد، شكرا سعد. ما بعرف إذا سمعت أخي ديفيد. جان بكل أسف. نويز عالي يعني، كنت عم بسمع نويز ضوضاء بس، ما عم بس ما فهمت ولا شيء ولا كلمة. للأسف يظهر عندي مشكلة في الكمبيوتر، أنا الكمبيوتر تبعي. طب خلينا نروح على السؤال الأول اللي عم بيسأل، عم بيقول لو حصلت كارثة نووية فور اكزامبل، وصار في عنا ناجين من كل دول العالم، ناجين أطفال خلينا نقول، فهو عنده تعقيب، عم بيقول إنه أو تعليق أو رأي، عم بيقول إنه مثلا الناجين اليابانيين راح يبدأوا من مرحلة الـ70% في طريق التقدم، كل الدول الغربية الدول الراقية راح تبدأ تقريبا من مرحلة الـ70%، ولكن الدول الشرق أوسطية والمسلمة راح تبدأ مثلا من الـ5% أو 10%. قصده إنه راح تبدأ من مخلفات الأهل اللي ورطوهم إياه يعني. فهذا رأيي هو عم بيقوله، عم بيقول هل الزواج الداخلي أو زواج الأقارب يؤثر على الانتليجنت تبع الذكاء الطبيعي، أو الذكاء الطبيعي ومستوى تقدم أو تخلف المجتمعات؟ بالنسبة للفرض اللي إنه لو صارت حادثة معينة فنيوا كل الكبار صفيوا بس الصغار، الصغار حيكون في بس بين إيديهم الموجود بمحيطهم من معارف، من كتب، من موسوعات، من كذا، ما في حدا حتى يعلمهم، فهي حتكون مهمة شوي صعبة. طبعا الدول الأرقى وهدول الأطفال الصغار إذا كانوا مثلا بالسنوات اللي هن عمره 5 سنين أو 6 أو 4 كان متعلم اكثر مثلا باليابان، فحيحرص تقدم اعلى بكثير من ابن الباديه او اللي عمره 6 سنين ولسه ما بيعرف لا يقرا ولا يكتب، هو بس عم يلعب بالحاره مع رفقاته دحاحل، وهي المسخره اللي بنشوفها ببلادنا. فاكيد رح يكون في نوع من التفاوت يعني. لكن خليني انتقل على السؤال الثاني اللي هو اهم. هلا زواج الاقارب او الزواج الداخلي مشكلته انه التنوع الجيني اثناء تشكل الجنين البيضه الملقحه، التنوع الجيني كثير قليل. سو اذا كان في اي مشكله، اي مرض، المرض يتناقل جينيا، واحد منهم انه يكون نسب انتليجنت قليله. فمنين بده يجيني؟ جيني انا فيه نسبه انتليجنت عاليه، فحتضطر تجيني نسبة انتليجنت قليلة، لكن هو ما له شرط يعني، بمعنى مو بالضرورة إذا في زواج أقارب يؤدي إلى أبناء نسبة ذكاء أقل، لا أبدا. يمكن يكون معه مرض الربو، يمكن معه قصر نظر، يمكن معه مشكلة بالقلب، يمكن ما معه شيء، وأنا شفت نماذج كثير من كل هالحالات المختلفة. لكن الاحتمالية دائما لحالة أي مرض جيني عند هذا الطفل او هذا الجنين او هذا الولد اللي حيجي او هذا النسل حترتفع بمعدل كتير عالي كلما كان الاقتراب كتير قريب من بعضهم، وكلما كان في مرض ساري بالعيلة. يعني ببساطة الموضوع يعرف اذا كانت هي العيلة عندهم مرض سكري، مرض السكري توارث جينيا، فرح يكون على الاغلب وتزوجوا من بعضهم حيطلع اولادهم عندهم مرض سكري، عيلة صار كتير عندهم مرض سمنة مفرطة، عندهم مرض كذا، او عندهم ضعف انتليجنت او ذكاء قليل كثير، رح يطلع اولادهم نفس الشيء، واذا العكس رح يكون العكس. يعني لنفرض عائله فائقه الذكاء، الاي كيو تبعهم كثير عالي، وتم تزاوج بيناتهم، فعلى الاغلب ابنهم رح يكون الاي كيو تبعه كثير عالي. فهي موضوع ما له ضروري، لكن هي هيك بس احتمالات. طيب عندي سؤال في الأخ سليم، عم بيقول طلبت عدة مرات ولم تستجيب، ونريد حلقة تتحدث عن إجرام الخلافات واضطهاداتها كالأموية والراشدية انتهاء بالعثمانية، وحلقة أخرى تتحدث عن كل تناقض العلم مع الدين وأخطائه في الإسلام والمسيحية واليهودية. وشكرا صديقي، انا يعني بتمنى اقدر استجيب لطلبك يعني، وانا بعرض الامر لكل الاصدقاء اللي ممكن
يخوضوا في هذا الموضوع، خصوصا التاريخ الإسلامي، يعني تاريخ الخلافات الإسلامية. بصراحة أنا بدي أطرح الموضوع هذا، وتناقض العلم والدين بصراحة عم يطرحوا على طول، يعني أنا ما بعرف ديفيد شو رأيك؟ هلا موضوع التاريخ الإسلامي أنا مالي متخصص فيه، فما فيني أبدا أفيد فيه. موضوع التناقض بين الدين والعلم هو موضوع كثير مثير طبعا. أذكر يعني هلا وأنت عم تحكي تذكرت قناة صديقنا جورج بول القديمة اللي كانت، أو بول جورج اللي كانت قناة القديمة اللي تهكرت. كان عنده هذا الشاب، هو شاب مصري في أمريكا يدرس طب، ما بعرف إذا تخرج أو لا. كان عنده قناة ثرية جدا بفيديوهات، كان يمسك حديث كل شيخ أو كل رجل دين، مسيحي مسلم أي شيء، يعني عم يحكوا كلام إعجاز علمي كذا، كلام دين إلى آخره، ويمسك كتبه الطبية اللي عم يدرس بالجامعة ويفتح فيها هيك الصفحات. ما بعرف إذا شايفين الفيديوهات، كانت قناة جدا ثرية يعني، بكل أسف فكرت القناة. فجورج كان كثير ممتاز بهذا السيكشن، عم يورجيك كل شيء باختصاصه الطبي كطب. أنا يمكن كهاوي فيني جاوب عليه، لكن هو اختصاصي. فبتمنى إنه جورج يرجع يعيد نفس هي السيريز بهي الطريقة مرة ثانية، كانت ممتازة جدا. ديفيد، هو صوتك كان عم بيقطع. على كل حال ديفيد، ما بعرف اذا بتعرف انا عم بستضيف صار جورج كل سنه، وطرح المواضيع العلميه بصراحه يعني، وعم نحاول يعني قدر الامكان. انا ما اظن في تقصير مواضيع العلمي، مواضيع التناقض العلم مع الدين، لانه الاعجاز العلمي طرحناه اكثر من مره، وراح نطرحه اكثر كمان واكثر، ومساله التناقض العلم والدين على طول مطروح. ولكن انا بتمنى من اي صديق يكون عنده يعني مثل ما بقولوا علم بالتاريخ الاسلامي، خصوصا الخلافات الاسلاميه هي اللي عدت على التاريخ، يجي ونسوي حلقات معه نشرح التاريخ الاسلامي كاملا. يعني انا بتمنى هالشيء، يا ريت احد الاصدقاء ممكن يعني يتصل فينا ونقدر نسوي حلقات يعني الموضوع هذا. طيب خلينا نروح لسؤال تاني ونختم فيه الحلقة. وأنا بوعد كل أصدقائنا إنه راح أكتب كل الأسئلة هاي، ويا ريت تكتبوا لنا الأسئلة إذا بدكم، تكتبوا لنا الأسئلة هون ولا على السكايب، أنا راح أكتبها ونسوي حلقة تانية مع الأخ ديفيد ونكمل المشوار هذا. خلينا نروح على الأخ بازار فيديو، عم بيقول بازار فيديو بيزار بيزاري. المهم السؤال الأهم، ما الحقيقة؟ هل فعلا تستطيع اكتشاف الحقيقة؟ هل هناك وجود لها أصلا؟ تفضل. لا، ببساطة يعني كلمة الحقيقة بالطريقة الأفلاطونية الميتافيزيقية، يعني لا أتخيل هي موجودة. لا يوجد شيء ثابت، كل شيء نسبي دائما. المفهوم هذا الأفلاطوني يعني أنا برأيي عفى عليه زمان. لا يوجد شيء اسمه حقيقة أو هي موجودة تماما مثل ما هو قال. هل هي بالأساس موجودة حتى أنا أستطيع إيجادها؟ أنا برأيي لا، لا يوجد شيء اسمه الحقيقة المطلقة. هي المطلقات نسوها، ما في هيك شيء. نحن دائما فينا نوصل لشيء نسبي بما يمكننا به حواسنا وأدواتنا العلمية. شوي شوي بنصير نكتشف أكثر، تماما مثل ما بلشنا نعرف الكون قبل كم مئة سنة. بس كان الكون تبعنا عبارة عن الشمس والكم كوكب اللي حواليها وإلى آخره. بعدين صار في مجرة درب الثانية هي الكون تبعنا كله، ميلكي واي. بعد ما عرفنا انه هي عباره عن ذره قمر بمئات المليارات من الذرات الاخرى، عرفنا حجم الكون. ولسه كل ما عم نعرف، مين بيعرف بعد كم سنه يمكن لا الكون تبعنا هو ذره قمر بمجموعه اكوان اخرى وهكذا. فدائما ادعائنا، وهي هي يعني حاله من الغرور البشري
بكل اسف كثير من الناس حتى العظماء بالتاريخ منهم بيوقعوا فيها، انه يفترض وجود حقيقه مطلقه وهو الذي وصلها. يعني معظم الفلاسفه الكبار حاولوا يوقعوا بهذا الفرق، مع انه هن ما حدا فيهم بيقول انا دوغمائي، لكن بيصل لمرحله معينه بعمره بيمسك دوغمائي ماشي عليه وبيحاول بس. انا بعتذر من الصوت بصراحه، الصوت هو عم بيقطش. اخي ديفيد انت معي؟ طب اصدقائي، انا بصراحه مساله الحقيقه هيك كمان. انت معي ديفيد؟ معك سلام، معك تفضل. الصوت كان عم بيقطش. على كل حال، انا راح نعيد السؤال هذا للحلقه الجايه معك، اوكي يعني بصراحة أنا لازم ألاقي حل، وأنا آسف كثير وبعتذر كثير لأصدقائي مسألة التقنية هاي، وراح أحاول ألاقي، يعني راح ألاقي، لازم ألاقي حل للموضوع هذا، ليس محاولة يعني، أوعدكم بذلك. وطبعا يعني خلونا ننهي الحلقة هون ونأجل كل الأسئلة، بتمنى من كل أصدقائي يسجلون الأسئلة تحت الفيديو أو على السكايب أو يبعثوا لي على الفيسبوك، ما عندي أي مشكلة بأي طريقة كانت. اتصلني الأسئلة وراح أكتبها، وكنا حلقة ثانية مع الأخ ديفيد. وطبعا أنا بشكركم كثير أصدقائي على المتابعة، وبتمنى نكون استفدنا كلياتنا، وشكرا كثير لك ديفيد. يعني إذا في عندك كلمة أخيرة تقولها تفضل. الشكر لك، وأكيد نعمل حلقة وحلقات منضل عم نتناقش فيها الأمور، نتبادل فيها المعارف والآراء بيننا. يعني الحوار هذا هو الشيء اللي بيثرينا ثقافيا كلياتنا، يعني أكيد. بكل تأكيد أخي، بكل تأكيد أخي. طيب شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكرا لكم.